وبأجمل وبأجود المواضيع اللي دائما ما تكون باختياراتكم ودائما طبعا تكون إن شاء الله في مرتقى تطلعاتكم. فمشاهدينا الكرام نقول لكم أهلا وسهلا بكم في عدد اليوم، إن شاء الله أتمنى تكونوا جاهزين واجدين باش تناقشوا معنا وباش تتفاعلوا معنا في مواضيعنا من خلال مختلف المحطات، كوسوسوا صفحة الرسمية لقناة الشروق تيفي عبر الفيسبوك انستغرام ولا حتى عبر الأرقام اللي تعودتوا عليها من مختلف الاتصالات والمكالمات باش نسمعوا صوتكم. علاش بدي انستغرام؟ في ناس يتعاني بالانستغرام. يلا الثلاثاء 9 جونفي موعدنا انطلق محطتنا الكرام بعد هذا الفاصل اللي كان على نغمات فيروز اللي مصباح يعطيكم هكا نسمات ويعطيكم طاقه ايجابيه تبداو بها يومكم. هي اجمل ربما اغاني اللي نقدروا نقترحوها لكم في بدايه هذا العدد اللي يتكلم على الحنين للوطن والاشتياق للوطن. فتحيه لكل جاليتنا الجزائريه المقيمه بكل دول هذا العالم وين ما كانوا، تحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا تشاهدوا فينا. شكرا لانكم اخترتوا صباح الشروق حتى تبداوا نهاركم، عملتوا مليح خاصه مواضيع نهار اليوم. بكل تواضع عملتوا مليح، نعم قلت لكم خير انت. وعديد المواضيع الاخرى مشاهدينا الكرام في انتظاركم، واليوم كاين موضوع رئيسي اللي هو تفاعلي في نفس الوقت اللي اخترناه لكم، اللي هو على اي اساس يختار الجزائريين اسماء ابنائهم. دونك عندنا نشوفوا اسماء مختلفه، نشوفوا اسماء جامي سمعناها، عندنا نشوفوا اسماء نسمعوها اليوم في الفيلم، غدوة نلقاوها الدور في لي كارتي. دونك اليوم هذا الموضوع فكرتيني ربما في 2003 2004 2005 كان داير واحد الحاله واحد المسلسل ونسيت اسمه، فتزاير كاع اسمها لاميس اللي تزيد اسمها لاميس لاميس رفيف. يعني كاين بزاف اسماء اللي نسمعوها حقيقه جامي سمعناها في مجتمعاتنا الجزائريه. سبحان الله نسمعوها مباشره في هكا في الشارع، تسمع وحده تعيط على بنتها تقول راني نشوف في فيلم وباكو باللهجه هذيك. فهذا هو موضوعنا لنا اليوم، على اي اساس تختارون وتختاروا لابنائكم اسمائهم؟ هل احنا في الجزائريين الشائع انه نخيروا اسماواتنا على حسب الكبار تاع العائله؟ ربما هذا عم هذا جد هذا ام هذه اب ياك. نعم. ولكن في السنوات الاخيره ربما هذا الشيء اللي يقل، فلازم نسمعوا راي المشاهدين من خلال ارقامنا اللي تشكلوها عبر الهاتف حتى تتصلوا بنا على المباشر، وكذلك تطبيق الواتساب بالاضافه لاراء الجزائريين المواطنين ليرصدوهم الزملاء. نعم، وايضا اليوم معنا صناعه الحلي اللي راح يكون حاضر معنا الحلي الامازيغي، على بالكم تفصيلنا ايام قليله عن الاحتفال بيناير، فاليوم اخترنا انه نبداو نديروا انافونغو ونديروا حلي امازيغي في ورشتنا تاع نهار اليوم. كنا ذكرنا في العناوين انه اليوم موضوعنا النفساني راح يكون على الجزائري واهتمامه بالصحه النفسيه ديالو. هل يفكر الجزائري في يوم من الايام لما تتعب اعصابه ويتقلق ويتنرفز ولا يدخل في حاله نفسيه صعيبه، يدخل يروح يشوف مختصين ويعالج ويتابع الصحه النفسيه ديالو؟ هذا موضوعنا اليوم مع المختصين اللي يحضروا معنا. اما محطتنا الطبيه مشاهدينا الكرام راح يكون حاضر معنا كما تعودتوا كل يوم ثلاثاء الطبيب المختص في داء السكري دكتور نادير جرين اللي راح يتناول معنا اعضاء المتضرره من داء السكري، يعني المضاعفات وما يمكن ان يتضرر من اعضاء من جراء يعني اضطراب في السكري. نعم. والمهم الاهم دائما اللي نقوله لكم حتى تحافظوا على صحتكم البدنيه النفسيه والمورال ديالكم، لازم تمارسوا رياضه. الكوتش منير بوشاوي اقترح علينا بعض الحركات، تفضلوا. مشاهدينا الكرام تكملة للبرنامج تاعنا البرنامج التدريبي الرياضي مع الكوتش موني بوشاوي متواجدين في قاعة سترونغ بودي بأولاد فايد. البرنامج تاع اليوم راح يكون فيه يعني راح نخدموا دائما راح يكون فيه تقوية لعضلات الجسم كاملة هكذا باش يكون عندنا موسم يعني جميل وتكون عندكم إن شاء الله قوة بدنية عالية بالتمارين البسيطة اللي رانا نديروهم. يعني رانا نحاولوا أن نديروا لكم البرنامج اللي تقدروا قاعد تخدموهم ويعني بعتاد بسيط بماتريال خلينا نقولوا تقريبا ما كانش ماتريال اللي تحقوه كبير كبير، لكن انا الحاجه اللي نطلبها منكم دائما شنو هي؟ لا موتيفاسيون تاعكم، لا موتيفاسيون تاعكم جد مهمه، والحضور تاعكم بيان سور لازم يكون دائما معنا. صباح نبداو بالتسخينات، يلا نبداو بالتسخينات تاع العضلات اللي راح نخدموهم بزاف اليوم. اليوم راح يكون فيه نخدموا العضلات شويه تقريبا الجزء العلوي، يعني احنا نخدموا الجزء العلوي تاع الجسم، نديروا تقويه العضلات تاع الجسم العلويه، نديروا فليكسيون هنايا تاع لي زافومبرا لانه العضلات ولا المفاصل هذه راح تساعد بزاف بزاف في التمارين اللي رايحين نديروهم. نحسبوا 10 في كل حركه، 10 في كل تمرين، نطبع مليح للاعلى فوالا. نزيد نسينا نهبط هنا شويه لو باسان تاعي دائما كما قلنا لانه هي المكان يعني اللي بزاف سونسيبل وفراجي والناس اللي عندهم فيه بزاف اصابات. حنايا باش نيفيتيو دائما لازم نحاولوا انو نديرو التسخينه تاعنا لازم تكون كافيه. راح نبداو التمرين الاول. يوم شنسحق انا عندي طابي هنا في لاصال
انتم الا عندكم طابي سي بيان، ما عندكمش طابي تقدر دير اي حاجه، سربيته زربيه اي حاجه في الدار تقدر تخدم عليها، تقدر تخدم حتى على الارض عادي فوالا. ونسحقوا عندنا هنا زالتر، انتم لي زالتر سينو قرعه عامه تاع 3:30 جري 3 حتى نص ساعه تقدر تخدم بها. يلا راح نبداو بالتمرين الاول اللي راح يكونوا فيه لي بومب، لكن راح نخدموهم على لي زالتر. كيفاش ندير الوضعيه تاعي هنا تاع الجسم تاعي تكون على استقامه واحده، نحاول اني نهبط هنا بومب هنا واحد، كي نطلع نحاول ندير لو تيراج تاعي هنا، نعاود نهبط الجهه الثانيه 1 نطلع 2 ولا نحكم في لابريز هذه هنا 1 2 واحد 2 واحد 2. راح نخدمكم لوبسيون فاصيل ولا التمرين السهل المفصل تاع التمرين هذايا، لانه على بالي التمرين تاع يعني الضغط ولا لي بومب كاين ناس بزاف ما تقدرش ديرها، راح نخدموه على لي جونو ونحي لي زالتير، لانه على بالي كاين اللي ما يقدرش يخدم بالبوا. واش ندير؟ نخدم نفس التمرين بسيط جدا على لي جونو، هنايا نهبط واحد كي نطلع نطلع يدي هنايا بلا بوا 2 بدون وزن، لكن هدف واحد شده منخفضه هذا ما كان، نهبط 1 2 واحد 2. نحاول انه هذا التمرين 10 خطرات كافيه، اللي يقدر يدير اكثر ما نقولوش لا 15 20، لكن دائما نخدموا بالمجموعات، يعني كل مجموعه تكون كيما الاولى في يعني في الحساب 10 10 10 10 مده الراحه 30 40 ثانيه حتى 50 ثانيه عادي ليسونسيال، تعاود تسترجع الانفاس تاعك باش تخدم المجموعه اللي موراها تخدمها يعني الاز فوالا. نروحوا للتمرين الثاني، التمرين الثاني واش نسحقوا فيه؟ راح نحيوا لو طابي نحيوا لي زالتر دوكا. هنا واش نسحقوا؟ نسحقوا انا هنا عندي لو بوكس هذا، نتوما في الدار على بالي كاع عندكم يعني الكرسي هذا الكبير ولا حتى كرسي صغير، ولا اللي ما عندكمش حتى الدرجه تقدر تخدم فيها التمرين اللي راح نديرو فيه، تمرين ساهل اللي هما لي ديبس اللي راح نخدمو فيه الجهه هذه تاع لي برا ديالنا. نخدمو لي ديبس، يدي يكونوا هنا يكونوا قراب من الجسم تاعي، يكونوا محطوطين على لو بوكس في الوضعيه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا الامام، ونحاول اني نهبط للاسفل ما نكونش بعيد بزاف، يعني هذه الغلطه اللي يديروها بزاف الناس هنايا ولا كاين اللي يديروه هنايا نخدم هذا التمرين هذا خطا. حنايا رانا نحاولوا نخدموا لي تريسابس، نهبط نكون على يعني استقامه واحده ونحاول اني نهبط للارض ونطبع او ماكسيموم للاعلى 1 2 1 2. اللي ما يقدرش ماشي لازم نهبط بزاف بزاف، نقدر نهبط شويه برك ونعاود نطلع 1 2 1 2. راح نعطيكم الناس اللي ما تقدرش تخدم في التمرين هذا يعني في الكرسي ولا حتى في الدرجه ولا، راح نعطيكم تمرين جد وبسيط ويستهدف نفس العضله لكن بشده منخفضه، نقدر نخدمه في الارض. كيفاش ندير؟ يدي يكونوا على نفس الوضعيه اللي كانت فوق لو بوكس، حطهم هنا قدامي. واش ندير؟ نحاول انه نطبع الجسم تاعي للاعلى، ندير لافليكسيون، لكن الشيء المهم انه ندير لافليكسيون لهنا، يعني هنايا يدي تفليشه لهنا نهبط ونحاول نعاود نطبع، ندير لاكونتراكسيون تاعي هنايا نهبط هنايا بيان ونعاود نطبع للاعلى، نهبط ونطبع للاعلى، نفليشي ماكسيموم ونطبع للاعلى. هنا راني نحس انايا في العضله اللي رانا نحكيو عليها اللي هي تريسيبس، كيما كنا نخدم في لو بوكس هذايا، كيما نقدر نخدمو في الكرسي، كيما نخدمو لهنايا في الارض، نستهدف نفس العضله. هذا التمرين جدو يعني جدو بسيط. عفوا دوكا يبقى لنا التمرين الاخير، التمرين الاخير واش راح نديرو فيه؟ نخدمو فيه عندنا لي زابدو. واش نديرو لي زابدو؟ نسحقو لو طابي تاعنا، راح نخدموه في الارض. هنايا ما نسحقو حتى حاجه، ما نسحقو لا شارج لا لو بوكس لا والو، راح نخدمو تمرين جد بسيط. الارجل تاعي يكونوا على استقامه تاع 90 درجه ويدي يكونوا هنايا. واش راح ندير؟ راح نحاول اني نطلع شويه هنا، نطلع شويه لي زيبول تاعي، نعاود نهبط. هنا رانا نخدمو في عضلات البطن اللي نستهدفو اكثر الجهه العلويه تاع لي زابدو.
هنا يوم رانيش نطلع بزاف هنا نحسب 10 ولا 15 الخطره في التمرين هذايا. الناس اللي ما تقدرش نحط رجليه، حتى على بالي كاين اللي عندهم وزن زائد كبير يقول لك انا ما نقدرش نطلع رجليه هكذا، يجوني بزاف ثقال. تو واش دير؟ حطهم في الارض ونطلع شويه هنا بك نعاود نهبط. واحد اثنين، واحد اثنين، ونحسب نفس الشيء 20 ولا 10 عدات في كل مجموعه. هذه كانت اخر حركه. واش لازم نديروا دوكا؟ لازم نديروا ليزيتيرمو ديالنا، نهبط هنا ماكسيموم. دائما كما قلنا نسيو نركزوا على العضلات اللي كنا نخدموا فيها. هنايا نديروا شويه لي برا، نديروا شويه لي زابدو، حتى عضلات الصدر نديروا هاي ليزيتيرمو تاعها لهنايا. نتيري نحاول اني ندفع يديا ماكسيموم للخلف. قليلا نقول لكم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفقره تاع اليوم. نعطيكم موعد الفقرات القادمه ولا الفقره القادمه ان شاء الله. دائما كانوا في تساؤلات ولا استفسارات في الجانب الرياضي، ما عليكم غير تواصلوا معنا على صفحه انستغرام اللي هي وشاوي منير ولا الفيسبوك او الاخير. والسلام. اذا عاد لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحركات، نتمنى انكم تبداوا نهاركم بطاقه جميله وبطاقه ايجابيه هكا باش تكونوا اون فورم وتكونوا صالح. وي. تكونوا ديناميك، نعم، تبداوا نهاركم بحيويه كبيره. اذا مشاهدينا الكرام من الرياضه نروحوا لمحطه اللي تحبوها بزاف بزاف اللي هي وتطمئن القلوب بعد الجيم. لكن تقويها على اسس متينه والدين الصحيح والطرق الصحيحه. الانسان من الشائع انه الحياء هو من الايمان، صح؟ ومن الحياء انه يخجل ربما انه يتطرق لمواضيع راح تنفعه في حياته، خير ما انه يروح لها بطرق غير مناسبه. صحيح؟ حديثنا اليوم استاذه على ابنائنا والتربيه الجنسيه عندهم في الشريعه الاسلاميه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والصلاة والسلام على الذي ما من خير إلا أرشدنا إليه، وما من شر إلا نهانا عنه. أما بعد، سيدتي الفاضلة زهرة، أستاذ الفاضل صلاح الدين، إخواننا وأخواتنا المشاهدات، صبحكم الله بخير وستر وعافية، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الموضوع موضوع مهم، وموضوع يحتاج إلى علامات استفهام كبرى. طيب. ربما عند كثير من المشاهدين قد يقولون لماذا طرح موضوع التربية الجنسية؟ قبل ما نتكلم على موضوع الطرح أو التعامل المباشر مع هذا الموضوع، أولا ما هي التربية الجنسية؟ التربية الجنسية هي التعامل المتدرج الممنهج مع الأبناء من أجل إعطائهم التعامل الصحيح مع أعضائهم وبكل أجسامهم ومع الآخر وفق ما تمليه علينا قيمنا الدينية والاجتماعية، وبحسب المعلومة التي يحتاجها وفق المرحلة العمرية التي يعيشها. طيب. نتمنى أن التربية تكون واضحة بهذا الشكل. طيب. نحن عندنا ربما في دول أخرى كاين مسألة الثقافة الجنسية والتربية الجنسية، هذا الذي نقصده بالتربية الجنسية. لكن يبقى هذا موضوع يعني من طابوهات يمكن، لكن كي نناقشوه يمكن اليوم على طريقه الشريعه الاسلاميه يمكن راح تكون حنكسروا حاجز، لكن يقولوا يكسر بلطف مع ابنائنا. بارك الله فيك، ربي يكرمك استاذه. لو عدنا الى حوالي 30 او 40 سنه لكان طرح مثل هذا الموضوع ربما اقل ما يقال عن صاحبه انه قليل ادب او قليل حياء. لكن هذا ربما كان له ما يبرره في ذلك الوقت باعتبار انه المجتمع كان بسيطا. المجتمع كان يعيش على واحد السجية، على واحد البساطة، قلة مصادر المعلومة. صحيح. في ذلك الوقت كان الطفل من أين يأخذ المعلومة؟ كان يأخذها من الوالدين، كان يأخذها من المعلم، وربما زملاء المدرسة، الإمام في المسجد، ربما هنا تنحصر مصادر المعلومة. فربما كان نوع من العذر أن الأهل لم يكونوا يتناولون هذا الموضوع. لكن لو عدنا إلى واقعنا اليوم لوجدنا المسألة تختلف تماما. اليوم هناك انفجار في مصادر المعلومة. اليوم أصبح الطفل لا يحتاج إلى أبيه وأمه فقط أو إلى المعلم. أو إلى الزملاء، عدد المصادر. بل يحمل، بارك الله فيك، بل يحمل هاتفا بين يديه. فيكتب كلمة، بل أقول ربما نصف كلمة، ربما يبدأ بالجيم جيه عشرات الكلمات ربما فيها ما يريد البحث عنه وفيها ما لا يمكن أن يتصوره. ولا ينفعه، بارك الله فيك. فتعدد مصادر المعلومة
أضف إلى ذلك أنه هناك تغيير مفاهيم، هناك عولمة في القيم الغربية، الآن يراد فرض بعض القيم الغربية علينا طبعا من خلال وسائل الإعلام، من خلال شبكات إعلامية مختلفة. أنا أعطي أمثلة فقط يعني باش الأولياء يفهموا مسألة الخطورة تاع هذا الموضوع، وكوننا يجب أن نتناول هذا الموضوع بطريقة مباشرة لكن كما ينبغي ووفق رؤيتنا الإسلامية. لو جئنا إلى بعض المفاهيم، مثلا مسألة الشذوذ الجنسي أصبحنا نسميه مثلية. أين الشذوذ؟ أين المثلية؟ مسألة الزنا، نسمحوا لي إخواننا المشاهد على هذا المولى، لكن سنرى أنه هذا المواضيع من ديننا في الحقيقة. موضوع الزنا الآن يسمى الزاني، اسمحوا لي على هذه الأمثلة، متعدد شركاء جنسيا. متعدد، شوف الفرق بين الكلمة هذه وهذه الكلمة. المشروبات أكرمكم الله الخمر، واللي نسموها المشروبات الروحية. سبحان الله، صح، غيرت المفاهيم، غيرت المصطلح، أصبح يدل على معاني أخرى تماما يعني. بل أكثر من ذلك، حتى الفطرة الآن تكاد تتغير. هذاك الزواج اللي كنا نعرفه الأسرة، الرباط المقدس بين المرأة والرجل ولعب العقد الشرعي، واللي نسموه الأسرة الآن في الأمم المتحدة كيفاش تعرف؟ هي مساكنة بين اثنين. طبعا، ولكن هي أفكار داخلة على مجتمعنا احنا كجزائريين، اليوم نتوجه لشعب جزائري ربما هذه الأفكار ما يعرفهاش، هذه المعلومات ما عندوش. فخلينا لو نحدوا المفاهيم على حسب مجتمعنا الجزائري وحسب مشاهدين ديالنا حتى نبسطوا الأمور. بارك الله فيك أستاذ. فضل. الله يحفظك أستاذ. هو صح مجتمعنا الحمد لله فيه قيم، فيه حرمة، فيه صح. لكن ننساش أنه أبواب أبنائنا، عيونهم، أسماعهم راهي مفتوحة للعالم الآن. الآن الفيلم اللي يخرج الآن في أمريكا راه عند وليدي في التليفون. طيب، وبالتالي أنا أعطيت أمثلة على المفاهيم. طبعا حتى الجنس الآن، الذكر والأنثى، ولينا اسمه الجنغ، الجنغ، الجندر، هذه مفاهيم ربما كثير من الناس. طيب كيف نوجههم حتى نوجههم مباشرة؟ احنا نجو إلى التربية الجنسية. قلنا إذا نظرنا إلى هذا الواقع، إذا دخول أو خوض الأولياء مع أبنائه في موضوع التربية الجنسية يعتبر متطلبا واقعيا وضرورة حياتية. طيب. هذا المبرر الأول أو الدعي الأول، باعتبار كذلك دائما في المتطلب الواقعي والحياتي أنه الغريزة الجنسية هي جزء من جسم الإنسان. طيب. هي نقدر نقول كما يقول العلماء أكبر طاقة في جسم الإنسان هي هذه الغريزة، وهذه الغريزة راح تكون عندها ثلاث أبعاد، إما الكبت وإما الإنفلات وإما التنظيم. طيب. الكبت والإنفلات راح يؤدي إلى الإنفجار، أما التنظيم فهو رؤيتنا الشرعية. أعطي مثال أشبه الإخوان المشاهدين، إحنا عندنا الغاز. إحنا الغاز إذا ملأت قارورة على الغاز تعمر 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 تحس واحدة درجة تنفجر. صح. وإذا ترك، إذا فتحت القارورة على الغاز مفتوحة بالشكل هذا تتسرب لإنفجار في كلتا الحالتين. هكذا الغريزة على الإنسان. لكن إحنا الإسلام ماذا يريد؟ يريد التنظيم من خلال، وعلى ذلك لابد من التعاطي. الطفل وين يفهم هذا التنظيم؟ من خلال تعاطي والديه معه. طبعا احنا القارورة تاع الغاز كي دير لها قناتها، كي دير لها التيو هذاك، راك تديها تسخن بها الماء وتديها للشوفاج فيما ينفع، فيما ينفع، فيما ينفع. بارك الله فيك. هذا البعد الاول. البعد الثاني المهم جدا وهو ان التربية الجنسية من صميم ديننا. طيب. وهذا الذي ينبغي ان نعرفه. يجب ان نعرف اخواننا المشاهدين ان المنهج الاسلامي جاء بتشريع شامل يتناول الروح ويتناول الجنس ويتناول الجسد ويتناول الفرد ويتناول الأسرة، يتناول كل منحة يحتاجه الإنسان في حياته تناوله الإسلام وبوضوح. لو عدنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أنها تحدثت في الأمور الجنسية، تحدثت عن العلاقات المشروعة وتحدثت عن العلاقات غير المشروعة. الزاني لا ينكح إلا زانية. كلمة الزنا واضحة، يعني كلمة، سمحوا لي إخوان ربما الأستاذ الفاضل يتكلم على مسألة الخجل، وفي الحق هذا لا يعتبر حياء. رح نقول ما هو الحياء. طيب. خجل، الحجل اللي تخليني ما تعلمش أمور ديني باعتبار أنه هذا نوع من الكلام، خلي أولادي ما نحشم من نبدأ معهم. يمكن هذا هو السؤال اللي أنا في خاطري ونظن في خاطر المشاهدين كامل، في أي يعني وقت ولا في أي سن نقدر أنا أن نتوجه لابني، وهل يكون هناك سبب أو داعي، ولا أنا اللي يعني نبدأ بالموضوع، ولا أنا اللي أبادر بفتح الموضوع؟ بارك الله فيك. في الحقيقة موضوع أن هذا الموضوع كنت راح نتناوله في مواضيع، لأنه علاش موضوع في الحقيقة كبير متشعب. صح. تناولناه في دورات عديدة في الحقيقة. نعم. لكن على باب السؤال، حقيقة التربية ليس سميناها تربية، ما سميناهاش تثقيف فقط. التربية الجنسية تبدأ من الولادة. نعم. تبدأ من الولادة. أعطي مثالا بسيطا، مثلا وجود الطفل الذي يعيش أو يبيت مع والديه في الغرفة، هذا من الأمور غير المنصوح بها.
في فتره معينه، تقدر تكون الفتره الاولى ممكن، لكن بعد فتره يقعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين هو مازال يعيش. في الحقيقه من الامور التي ربما قد تورث الابن صورا قد لا يفهمها هو صغير، لكن لما يكبر تمثل مشاكل سلوكيه بالنسبه له. وبالتالي مساله لما يكون طفيل تغيير اكرمكم الله، تغيير الحفاظه، تغيير ملابسه، اعطيه الله نغسل تبدل له، اعطيه الخالته تبدل له، في امور هو ما يحتاجش تربيه، مش حتى يجي لي ويسالني سؤال من اين ولدت، من اين جئت، من اين، لماذا ابي وامي في غرفه. ربما هذه صح، هذه ربما هو فتح لي باب، لكن في الحقيقه هو على اسمها تربيه، لان تبدا لك يفتح لي الباب نجيب كما يجب ولا نولى طبعا الف وادور. اولا يجب لا اكذب، داكو. يجب ان اعطي المعلومه، قد لا تكون المعلومه كامله، لكن اعطي معلومه صحيحه توافق مرحلته العمريه. نعم. توافق مرحلته. نعم. وفي بعض الحين نربطه بامور اللي يعرفها، قال شوف احنا عندنا قط وقطه في الدار، قطه وحدها يقدر يكون عندها اولاد، ببساطه نعم. التوجيه نعود نرجع الفكره فقط استاذه. نعم. باش نعطي المعلومات كامله لاخواننا باش يفهموا ضروره الموضوع هذا. الجانب الشرعي، علاش التربيه الجنسيه من الشريعه الاسلاميه؟ لو جئنا الشريعه تكلمت على العلاقات المحرمه والعلاقات، تكلمت على غض البصر، لما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ونفس الكلمه توجهت للمراه وقل للمؤمنات، علاش القران حدد الكلمه بصراحه؟ لكن طرحها بواقع من الجديه، واقع من الاحتشام، لكن تؤدي كل المعنى. القران او الشريعه الاسلاميه اشارت الى بعض المعاني التي يحتاجها مصطلحات محدده، ربما عندها علاقه بصحه عباده ابنائنا. وللاسف احنا من الاخطار انه الوالدين ما يتناولوش مع اولادهم، الام مع بنتها والاب مع وليده، انه وليدي ممكن صلاته ما هي صحيحه وانا ما على باليش، لانه كاين بعض المعاني تتعلق بالاحتلام، تتعلق بالبلوغ، تتعلق بسنن، هذه ربما تجي فترات ان شاء الله نشرحوها وكذا، سنن الفطره، تتعلق بال طبعا الغسل، اكرمكم الله الحيض، هذه امور كلها بنتي ربما راهي فتره ربما وصلت 13 14 نحشم اني نجبد معها الموضوع. ممكن بنتي صلاتها ما تصلي، ممكن راهي تصلي وراهي في طريقه. سبحان الله العظيم، ربي سبحانه لما يتكلم نجد في القران ايات، سمعوا معايا هذه الايه، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. كاين او كاين افصح من هذه الايه؟ يعني واحد اللي يبدا يقول لك التربيه وماشي تاعنا، اخواننا انتبهوا، هذا قران نقراه في التراويح ونقراه في طبعا في صلواتنا. صح صح. سبحان الله العظيم، ربي سبحانه لما يتكلم يقول ويسالونك عن المحيض، افصح سئل النبي هذا السؤال، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال كاين حاجة أوضح من هذه؟ يجد. أما يرجعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه، شوفوا شو يقول، أغض للبصر وأحصن للفرج. كلمة واضحة تحتاج، لكن الإطار اللي وضعت فيه احتشام، جدية، ناحية علمية، بحيث نأدي المعلومة الصحيحة وفق المرحلة العمرية حتى أغلق بابا من أبواب الفساد على أبنائي. السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء اللي ذكره أو الخجل اللي ذكره الأستاذ الفاضل، يقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. والله يكون جينا نحكوا بعض القصص كيفاش كانوا الصحابيات يجوا عند النبي عليه الصلاه والسلام ويسالوه، مره تقول حتى تقول السيده عائشه حتى اغمضت درت يدها فوق عينيها وحشمت، شفت ما قالهاش النبي يا ما سمحوا لنا ذكر يا سيده ولا يا فلانه روحي عند عائشه تفهمي. هو مرجع، هو امام، جات عنده اجابها وشرح لها في اطار من الجديه وفي اطار من وضوح الرؤيه. في العديد من الشواهد كذلك في بيعه النساء، لما هند طرحت سؤال ولما كانوا على جهل، واليوم لما دخلوا في الاسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، في شواهد كثيره في بيعه النساء كذلك لتعطينا صحيح. فكره على النساء في ذلك الزمن رغم خجلهم وحيائهم تفقهوا في الدين وتعلموا امور. صح واضح يعني. ولذلك انا نجي لموضوع تاع الحياء، هي في الحقيقه الحياء وش يعرفوا العلماء؟ قلت الحياء هو خلق صح يجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يغضب ربه وما يجعله في سوء نظر بالنسبة للآخرين، يمنعني من أفعل شيئا، يعني نقص مروءتي بيني وبين الله أو بينه وبين الناس، هذا هو الحياء. أما الذي يمنعني من تعلم ديني، ما يمنعني من طرح سؤال لأنه يتعلق بزاوية معينة، هذا ليس حياء، هذا نسميه خجل مهزوم. وانا علاش نسميه خجل مهزوم اخواننا واخواتنا؟ لانه نولي سمحوا لي هذه مسؤوليه علينا كاباء وامهات، انا بنتي لما شرحت لهاش بعض الامور وهي صغيره، ابني لما شرحتوش بعض الامور وهو صغير، سمحوا لي ربما اكون سببا انه ابني يقع في، سمحوا لي، التحرش الجنسي.
وليدي لما نبهتوش أنه، وهذه خطوة ثالثة، احنا قلنا التربية الجنسية مطلب واقعي وضرورة حياتية، التربية الجنسية واجب ديني من صلب شريعتنا. نقطة ثالثة نتكلم عليها هي خطوة وقائية، فل اللي ما نبهوش أنه ما أكرمكم الله مثلا اللي بس تاعو دايما يبدل وحده، وما نخلي حتى واحد يتوجيك وما تخلي حتى واحد يشوفك. الطفل اللي تربى على انه يبدل قدام خاوته، سمحوا لي بعض الامهات يدوا ولادهم للحمايم. كارثه. احنا عندنا بعض الامور يعني سمحوا لي الطفل الصغير هكذا ينحي حوايجه يبدا يلعب والوالدين يضحكوا. سمحوا لي هذه الامثله. صح. كلمه يعني شائعه عندنا للاسف الشديد. وبالتالي ولا بعض الاحيان سمحوا لي بعض الاباء وليده يجي يسالوا ولا الام تجي تسالها بنتها، روح مازالك صغير كي تكبرت ولي تعرف. روح ديجا بدي تفهم. انا كي نرمي ولي انا كي نبعد وليدي. حبيبتي الام الغاليه اللي راكي تشوفي فيا، ديري في بالك بان وليدك المعلومه رايح يديها من جهه اخرى. صح. الا ما عطيتهالوش بطريق في اطار الطهر والعفاف والمعلومه الصحيحه وفق ديننا، راح يديها اما مصاحبه اما برا واما من التليفون، وكيفاش راح يديها؟ هذا هو السؤال. وبالتالي انا نقول لاخواننا التربيه الجنسيه ثالثا هي خطوه وقائيه، تقي ابنائنا من الشذوذ الجنسي، تقيهم من الزنا. اكرم، أنا قريت البارح فقط دراسة 280 مليون فيلم إباحي يدور في الإنترنت. وليدي كي ما نعطيهش معايير، كي ما نعطيهش النظرة الشرعية لجسمه والتعامل معاه في إطار هذه الغريزة وربطها بالزواج الشرعي وربطها بحدود تاع النظر وحدود، كيفاش يعرف هذه الأشياء؟ أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. يمكن رانا في زمن يعني انتشر فيه بزاف كما سبق وذكرتي الشذوذ الجنسي، يمكن لازم نراجعوا يمكن نفسنا ولا نراجعوا تربية العديد من الأولياء يراجعوا تربيتهم. يمكن نظن هو هذا هو الخلل، يمكن تربيه جنسيه لم تتم يعني على اكمل وجه. بارك الله فيك. احنا عندنا نقدر نقول سمحوا لي نوع من تراجع كبير في هذا الموضوع، باعتبار انه كما قال الاستاذ بعضهم من الخجل. صح. بعضهم من الغفله سمحوا لي والجهل المركب. بعض الامهات نتعامل مع الامهات في اطار محاضره، الاستاذه انا عندي بنتي انا قلت تكبر وتتعلم. يا ريت. شكون يعلمها الطفله هذه؟ وبعد للاسف الشديد مفتوحه على عالم مفتوح، مواد إباحية كبيرة. أنا نفس الإحصائية وش تقول؟ تقول لك معظم الذين يشاهدون المواد الإباحية سنهم بين 12 و17 سنة. يعني أنا بنتي ولا وليدي نفتح له الباب راه يتفرج، شكون والآن دوك التليفون ولا حتى اللي مش تليفون التلفزة اليوتيوب، راه كل شيء مفتوح أمامنا، واللي ماشي تاعو تاع صاحبه، واللي ماشي تاع صاحبتها. ومن بعد أنا نجي المعلومة الصحيحة ما نعطيها لهاش، وما نحاولش اني نغلفها بهذاك الغلاف تاع الايمان وغض البصر والتشريع الاسلامي انه الزواج وكذا، خصوصا الان والمثيرات راهي خطيره وكل ممنوع مرغوب. يعني الحاجه اللي تدير عليها حواجز بزاف هو هذيك هي اللي تثير فضول. بارك الله فيك. تثير فضوله وربما يذهب اليها بشكل يعني. فالخطوه العلاجيه او الخطوه الوقائيه التربيه الجنسيه لابنائي وفق قيمنا، تقي ابنائنا من التحرش وهم صغار. ربكم التحرش يخلي اثار سلبيه جدا على الطفل، وبعض الحين يولي هو مشكل سلوكي وفكري، يعني مشكله، يعني يولي قنبله موقوته في المجتمع. شكون السبه؟ من بين الاسباب انا، لانه انا وليدي ما فتحتش معاه. نهار كان يسالني كنت نغلق الباب. وبعض الحين تصرفاتي كما ذكرت الاستاذه فيها نوع من انا كي نوعي نفسي ونعرف اهميه هذا الامر، نثقف روحي ما هي الامور، ما هي حدود. احنا كي نشوفوا القران الكريم حتى العيش بين، طبعا حتى بيان العلاقه بين الشباب او الصبيان والبنات، حتى في البيت الواحد بين الخاوه وضحها. مروا ابناءكم بالصلاه، مروا ابناءكم بالصلاه، هما ابناء سبع واضربوهم عليه ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. عندنا واحد الخلل كبير. بعض العائلات مثلا تضيق وكذا يباتوا كاع كيف كيف، ويدير يحطوا لهم غطاء واحد ويتغطاوا. هذا بك من اشد يعني التصرفات قد لن تنتبه لها الام. وبالتالي التربيه الجنسيه حقيقه امهاتنا واخواننا واخواتنا مهمه جدا، فهي اصل من اصول شريعتنا. وهي وقاية لأبنائنا، وهي علم وعبادة، وهي ضرورة حياتية ومتطلب واقعي. حضرتي معنا اليوم وتناقشنا معك في هذا الموضوع باعتبارك مدربة في المشروع العالمي وقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز. يا ريت نتناولوا أيضا هذه الزاوية في عجالة، في يعني أنه إذا ما كناش نتمتعوا بتربية جنسية على أساس كما قلتي من الشريعة الإسلامية، يمكن أننا يعني نخوض في أمراض وفي يعني أوبئة كبيرة. بارك الله فيك حبيبتي، شكرا أستاذة. من بين الإحصائيات المطروحة تقول أنه 75% من المصابين بالأمراض الجنسية وعلى رأسها السيدة، سيفيليس،
الزهري، الكلاميديا، هذه احنا في الحقيقه كاين اكثر من 25 مرض. احنا برك نعرفوا الايدز 75% سببها هو الزنا والشذوذ الجنسي. انا ابني وبنتي كي ما تكونش عنده ثقافه شرعيه في اطار التربيه الجنسيه التي اربيه عليها منذ نعومه اظفاره، في اللباس تاعو، في الكلام تاعو، حتى الاستئذان. انا نبه بعض الامهات لبعض القضايا، علاش ربي ينظم قضيه الاستئذان؟ حتى الطفل وهو صغير يستأذن على أبيه وأمه حتى لا تقع عينه على أمور لا يفهمها، إن هذه الأمور مستقبلا تكون عندها. سبحان الله العظيم. فهذه القضايا، قضية المبيت، قضية الجسم تاعو، احنا بعض الأحيان حتى كيسأل، حتى استعمال، اسمحوا لي الأمهات، بعض المصطلحات، حتى المصطلح كلمة العورة مثلا، أنا من الصغر نعلم ولدي أنه هذه عورة، هذه لازم حتى واحد يشوفها. الأم في أضيق الحالات كي تقول لي أنه باعتبار أنه يكون صغير تحتاج أنها تغير له، بصح هذاك تاع اللي في الروضة تغير له، ولا نوغس تغير له، وبنتها تبدل له، وهذيك دير له لاكوش. سمحوا لي على هذا الأمثلة. كيفاه نديروا يا أستاذة ما يبدلوا لهمش؟ لا لا أستاذة، نعطي مثال. دوك أنا ديت له لاكوش نبهها. أنا ثاني أنا كان عندي ولادي. يعني تستروا. نبه الأم لا 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 لا. يعني اللي قايمة به. نعم. قال لها أختي من فضلك انت برك اللي تتبدلي. فهمتك. نعم. يعني سترة. لأنه بارك الله سترة. نعم. لأنه طفل كي والف هو عامين، عنده عامين صح، وراه ينتبه بأنه جسمه راه للجميع. صح 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 فهمت. هذه 4 سنين 5 سنين يشدوا واحد، تسمحوا لي، واحد في الحانوت يبدا يلمسوه وكذا. نعم. احنا عندنا محاضرة نديروها في المدارس. نعم. كيف تقي ابنك، كيف تقي نفسك من التحرش. انت بطل، كيف تقي نفسك من التحرش. جميل جدا. نعم. كاين هذه موجهة للأطفال، كيفاش ينتبه، كيفاش يشوف اللي يفرق بين اللمسة واللمسة وكذا. وكاين محاضرات موجهة للأمهات، لانه هذا انت تشوفيها عادي، والخدمه صح صح. اللي تحطي وليدك صح، الا ما نبهتيش هذيك الام صح. بنتها تجي، وليدها يجي، وليدها ممكن ياخذوا في الطفل كي ينصح اختلال. نعم نعم فهمت. معناتها نحن نحفظ ابناءنا من الامراض الجنسيه والانحرافات السلوكيه اللي ممكن للاسف الشديد احنا حبينا ولا كرهنا وبغير قصد قد نكون جزءا او سببا فيها، ومستقبلا راح يعني تدمر حياته في المستقبل. فحتى لا نقع في هذا الامر، ونحن هذا في الحق من صلب شان، نعاود وناكد التربيه الجنسيه من صلب شريعتنا. نحن اذا كانوا الصحابه سالوا واجابهم القران واجبتهم فاي حياء في هذا؟ هذا نسميه خجل، هذا نسميه ضعف. ولا بد الانسان انه هذا الخجل كما نحي ذاك الخجل هذاك. وطبعا نضطر روحي اني نهدر نثقف روحي، وكاين الحمد لله كاين دورات، كاين محاضرات، كاين مواقع في اليوتيوب ما شاء الله. نعم. موجه ذكي جدا ما شاء الله، يثقف نفسه، يعرف كيش يجاوب اولاده. وكيما نعرفش وليدي مثلا، شوف اليوم راني مشغوله، المره الجايه نجاوبك ان شاء الله. شنو نقول له روح؟ ماشي نقول له ما نعرفش، ما نعرفش هذيك الغلطه الكبيره. لا نقول له روح دي تفهم. نعم. يعني نجاوبه كانه هذا سؤال، هذا سؤال ماشي دوك عيب. لا تقل ابدا لابنك عيب. كل سؤال عنده جواب، لكن بقدر المرحله العمريه وفي اطار قيمنا الدينيه والاجتماعيه. الاطفال يمكن انا شفت هذه مره في عند اخصائي كان يتكلم، يقول لك الاطفال اللي يتربوا بالعيب يديروا العيب خفاء، لكن يتربوا بالحلال والحرام ربي موجود في كل مكان. الله يفتح عليك استاذه. فعلا. لانه كلمه عيب، كلمه عيب على بالك يختلف العيب بيني عندي. صح. اطار العيب عندي وعند الاستاذه وعند الاستاذ مختلف بين كل واحد، لكن كي نقول الحلال والحرام صح، علاش قلنا وفق رؤيتنا وفق نظراتنا الدينية والاجتماعية. كي نقول له من الصغر نقول له ربي وليدي قال لنا كذا وقال لنا كذا، خلاص انا كي نقول له ديجا راني نربي وليدي ايمانيا، انا نربيه جنسيا، صح في غلاف من التربية الايمانية. نعم. يقول له ربي يحبنا كي نديروا هذه وهذه، ربي يقول لي ما يحبناش كي نديروا هذه وهذه، ربي يعطينا. لكن حذاري امهات ما تقوليش لوليدك ربي يديك للنار. أنا واحد الخلل. أنا ديما نقول النار. عقلك مش فارتي كان كما يقولوها لي سبحان الله. الطفل قبل البلوغ تربية تربية يعني ما نقولوش ربي يديك للنار. قبل البلوغ ومنيه فقط في الجنة. قول له في الجنة وليدي. أنا شفت وليدي، أنا كان وليدي يحب بزاف السيارات كي كان صغير. يعني الترغيب. قول له على بالك في الجنة واش تلقى؟ تلقى بارك تاع طوموبيلات. يا الله. هذاك عيني كيفاش يعودوا يديروا؟ طفل يرتبط بالجزاء الحسن. نعم. قول له يقول لي ماما والبيرمي، كاش البيرمي كاع. البوروت البوليس حتى واحد. شوف كي نديروا واش يحب ربي يفتح. لكن أنا كي نقول له أنا أم هذه خطيرة، أنا نعرف بسيكولوج تحكي لي تقول لي جاتها أم وليدها يكذب بزاف. واحد الشكل عجيب. قالت لي كي شديته وحده وقصرت معاه قال لها طاطا انا حبيت نعرف جهنم تعربي كيفاش دايره. قال لها ماما كل ما ندير حاجه مش كل ما نكذب تقول لي ربي يديك الجهنم. حبيت نعرف جهنم هذه كيفاش دايره.
حذاري امهاتنا واخواتنا الحبيبات. اطفال ذكيين جدا في كلمه يقدر يولي اعطيك صح، لكن الربط بالجزاء الحسن والربط برحمه الله وحب الله تعالى، وانه الطفل يكبر كيوصل للبلوغ يحتاج اننا نخوفه شويه، انه النفس تكون شويه قويه. رئيس تحرير البرنامج تبلغك تحياتها وتقول لك انه عندنا تجاوب رهيب من هذا الموضوع. نشكرك بزاف على تناوله وعلى طرحه على المشاهد والمشاهدي برنامج صباح الشروق. الله يكرمكم. شكرا لكم استاذة فريدة الحارة اختيارك هذا الموضوع وتناوله مع المشاهدين. في مواجهة الهجمات وكل ما يتعرض له ديننا الحنيف وامتنا المسلمة ومجتمعنا الجزائري من هجمات من قبل دول الغرب والافكار ديالهم الدخيلة علينا. شكرا لكم انتم كذلك احلى مشاهدين اللي تابعونا وتفاعلوا معنا بكثرة واقترحوا علينا مواضيع. الرقم تحت خدمتكم والارقام كلها قدامها كانت اغنية حرام وحرام ما يحدث لشعبنا الفلسطيني الشقيق والحبيب بعد 3 أشهر ويومين بعد 94 يوم من بداية العدوان على غزة وقطاع غزة. اليوم نتكلم على ما يقارب 30,000 ما بين شهيد وفقيد، أغلبهم 70% من أطفال ونساء. فكل كلمات التضامن التعزية المواساة والمساندة للشعب الصامد الحر الفلسطيني من الجزائر الحرة المستقلة. نعم، وتبقى دائما قلوبنا ودعاؤنا لقضيتنا الأولى والجريحة الفلسطينية إن شاء الله يا رب نصرا قريبا لفلسطين. نعم مشاهدينا الكرام، عوده لكم وعوده لهذا البرنامج. اهلا وسهلا بكم من يلتحق بنا في هذا الاثناء، المحطه اللي تحبوها بزاف وصلنا لها صلاح وراهي جاهزه وراه حاضر هو وراه انيق وما شاء الله ويضحك وراه يضحك. كمل برنامج صباح الشروق الشيف نديم. اهلا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير زهره. صباح الخير صالح. صباح الخير مشاهدينا الكرام. صباح الحمد لله. الوغ جو دو فين ولا تقول لي؟ لا لا قولي لي نحوس. تخيل نشوف الروز هذاك روز؟ لا لا ما نشوف مليح. هنا هنا لازم تبداي منا باش تلقاي الدم. بون هذاك توم اليوم ياكل توم اليوم الدنيا توم الدنيا توم متوم مالا فيها متوم توم اوكي جبتها. هذا توم شغل هكا توم هكا هذه شغل مقبله شغل كيمياء كيما نقولوا اتوميه هذيك لا كريم يديروها هذه التوميه هذيك مقبله. عم هذا حسن مقبله شغل شغل حريره التوم هذه. هذه صح توميه هذا المتوم جبتهم زوج جابهم صح صح. بصح قول لي متوم الصوص حمراء ولا بيضاء؟ بيضاء بيضاء بيضاء. هاي اللي انت صبر نجيب الخبزات انا لازم. وهنايا التحليه اللي حنديروا التومه. التومه اللي التومه هذيك التومه تخي تخي بيان. وانا كي شفت السكر غاز اللي قلت ودرتيها لي كنت حنقول لك بنيون. لا نعم هنايا اختياري هذا درنا شغل نحسب باش نوريو ماشي التومه ديال غير في لا ديكوراسيون تاعها دي اون بلون هكا تقدر تبدلها الالوان تاعها عادي. كاين بزاف اللي هي تشوفها شكل انا نديم تهبل تهبل بصح كي تاكلها ما كان والو. ايه لافاس لداخل صح تختلف تختلف لافاس الداخل كل واحد كيفاش يفوريها. الفوراج الاخراني هو اللي وصح. نعم والحلاوه كانت دي فوا كي تجي حلوه بزاف واحد نقولوا تقها ما تقدرش تاكلها. اليوم سي سيغ راح ناكلوا توميه بنينه جي با دوت ياسر ان شاء الله يا ربي. البنات تاعها في التغماس التوميه. ايه ماشي ماشي هضره حلوه التوميه هو يهضر على التوميه. تخي بيان واش تشوكي تاع نعم نعرفوا احنا لهنا التوم لهنايا اللي هو مده حيوي كما نقولوا حنايا انتيبيوتيك ناتشورال نقدروا نتناولوه. كيقول لك تاكل حبه تاع التوم سنه تاع التوم صغيره مع الصباح كاس تاع الماء سيرتو الحمراء هذه. نعم سيرتو الحمراء تقضي بزاف على السموم في جسم الانسان. كذلك هي كما حنا نقولوا مليحه بزاف لضغط الدم كما نقولوا حنا اللي يطلع له لاطونسيون يشم تومه يشم توم يا اخي صح يحطوا تومه في خشبه. لا كذلك لهنا مليحه كانت للشعر لهنا سيرتو التوم الحمراء هذيك اللي عندهم لهنا اللي تجيهم كما حنا نقولوا القوبه ولا نسيتوا شي يعيطوا لها كذلك مليحه لها التوم الحمراء. هذو التويمات اللي خيرتيها باهيين لازم نخير حاجه نعم. لا انا كيفاش لا انا باش نجمدوا التوم تاعنا دي فوا كي نديروها في العوله دي فوا تفرغنا دي فوا ما تشدناش مده اطول. نعم حنا التوم تاعنا كي تكون هكذا نقشروها عادي داخل اشوار لا انا نحيوها باش تشدنا نديروها داخل بلاصه تو حنا كي تكون عندك توم مقشره الاخر العيد العيد هي اللي تحكم اليد هي اللي تحكم اليد وكاين بزاف يقول لك رائحتها في اليدين تقعد وكلش. حنا على واش نديروا نخدموها خطره في العام ونقعدوا نيوتيليزيو التوم تاعنا عادي عادي ما تفسدش نادي عطينا طريقه صحيحه. نعم لان واش نديروا نقشروا التوم تاعنا ناخذوا اشوار تاعنا واش نديروا فيه نديروا فيه كميه تاع الزيت ملعقه تاع الملح وملعقه صغيره تاع السكر ونديروا هذيك التوم تاعنا باش ما نقشروا بعد ما قشرناها
نرحيوها دوك حنا نرحيوها نحرحوها على شكل امبيغي ولا نحرحوها لا كونكاسي كيما ندرسوها في المعرض كيما نعبو. خير. ومن بعد واش نديرو؟ نحكمو بلارا لهنايا اللي نديرو فيها نعقموها لهنا نعقموها دابا نديرو ما يغلي ندخلوها لداخل نخلوها تغلي شويه ومن بعد نحيوها نخلوها تنشف وحدها غادي نعقموها نديرو كميه تاع الزيت في هذيك البلاره تاعنا نعمرو هذيك الثوم تاعنا كامل نزيدو نغطيوها من الفوق كميه تاع الزيت ونديرو رشوها برشه تاع الملح. هذا ما كان هذا كي نجبدو بك الثوم تاعنا لازم تكون مغرفه تاع الحطب من الاحسن. خاطش مغرفه تاع الحديد شغل تاكسد لنا الثوم تاعنا وتكحل لنا. تبدا شغل تمد لنا دي فوا تمد لنا هذاك تولي زرقاء دي فوا هذوك نديروها في المجمد ونجبدوها. نعم حنا لهنا هذاك الزيت نعرفوا الملح هو حافظ صافي ولي حافظنا على الثوم تاعنا وكل ما المغرفه كي نجبدوا بها ما نعاودوش نرجعوها. داكو هذا ما كان تقعد لك البلاره تاع تشد لك زيت عادي. زيت عادي زيت عادي نعم. تخي بيان لهنا دوك حنا لهنا كيما نقول هي قالت مليحه نزلت البرد اللي حنا اللي رانا دوك اللعيبه كاع راهم لا ماجوريتي رانا كيما نقول لك فايت 70% كاع راهم مرض بلا غريب كاع راهم. انا اليوم زاد مرض لينا جي الدنيا فزدت والله والله ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله. اللي حنديروا لهنايا حريره لهنا تاع الثوم عندي حريره الثوم ما فيهاش خضر غير هذه المكالمه. نعم الو صباح الخير. الو صباح النور زهرة. اهلا صباح الفل والياسمين مرحبا. انا بزاف راني فرحانه اليوم كي راني نهضر معاك. اهلا وسهلا وانا اسعد مرحبا بك. نحبك بزاف بزاف بزاف. ميرسي بوكو يحبك الخير ان شاء الله يعيشك. ميرسي. ودائما نتبعكم ودائما نحب نهضر معاكم ما نحرمكمش. اهلا وسهلا حكيتينا اليوم ما كوبيوش نقعدوا نحكيو. صح لازم تقول صراحه نحبك غير. لا عادي عادي قولوا زهرة. ونحب صلاح ونحبكم كامل. اهلا بك اهلا بك سيدتي مرحبا مرحبا. ونحب نشوف خاصة الحلقة تاع نهار الخميس. الاستشارات الاستشارات النفسية ونحب بزاف صوفيا. صوفيا عزامي نعم. اليوم أيضا حاضرة معنا أخصائية نفسانية جد جد متألقة راح نكتشفوها بعد هذه المحطة. ننصحك تتبعها أيضا. نعم. نشكركم بزاف على صباح الشروق. وعلى كل البرامج تاع الشروق. شكرا. وأنا سعيدة 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 بزاف اليوم. وانا اسعد والله العظيم احنا بزاف فرحنا بالمكالمه تاعك. صح ما قلتي لناش شكون معنا ومن وين؟ انا ام يوسف من مسيله. من مسيله. قولي لنا اسمك. تحياتنا ليك وتحيات ناس مسيله بصح قولي لنا اسمك. ام يوسف. اي بصح اسمها لانه اليوم موضوعنا على اختيار الاسامي. انا اسمي ليندا وعندي ثلاث اطفال دراري وكل سميتهم عبد الرحمن. جميل. عبد الله. جميل. عبد الحي. ما شاء الله. ورا يوسف. يوسف عبد الرحمن. ما شاء الله خيرتي اجمل الاسماء. خير الاسماء محمد وعبد. مع عبيد. نعم نعم. وعلاش خيرتي هذه الاسماء؟ يعني واش هي المعايير على اي اساس خيرتي هكذا اسماء؟ لخاطر رب العالمين نهار القيامه يحاسبنا على الاسماء تاع الاطفال تاعنا. جميل جميل. يعني كاول مكالمه وانا يا ابي ما سمانيش اسم ديني مي بصح. ليندا انا نعرف بزاف جزائريات ليندا يعني من ذاك الزمان من السبعينات الثمانينات الجزائريين. واش معناها اسم ليندا؟ هذه اسم حوسه. واش المعنى تاع اسم؟ الجمال. 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 مالا جميله. يعيشك يعيشك. جميل. شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا. نشكركم بزاف وسلامي لكل طاقم الشروق. شكرا. وفي الخفاء واللي بانوا اكل. يعطيك الصحه. شكرا يعطيك الصحه. شكرا لك. يعيشك يعيشك. شكرا. حظ سعيد ان شاء الله. شكرا وليك ايضا يعيشك. قلنا المقبله لهنا حنديروا لنا حساء لهنا ولا حريره الثوم لهنا حنديرها بالثوم الفلوتيوها لهنا غير بلا فارين باك هذيك كيكون واحد مريض لاغريب ولا شغل تجي على شكل حسوه هي. نعم حنديروا لهنا الثوميه لهنا كما نقولوا حنديروا لهنا مثوم لهنا حنديروا بالدجاج واللحم ماشي لازم يكون عندك اللحم باش ندير مثوم في الدار. ايه مليح الميكس هذا. نديروا الميكس. نعم انا ميما هكا في الاهرس ولا دوكا كاين نخدم لحم نديروا اميك. كاين بزاف اللي يحبوش اللحم. كاين بزاف اللي يحبوش الدجاج. كيدير لي ميكس هذاك الناس تقدر تاكل. اللي يحب اللحم ياكل اللحم اللي يحب الدجاج ياكل اللي يحبهم في زوج ياكلهم في زوج. نعم وقلنا لهنايا حنديروا الثومه لهنا اللي حنديرها بلا جينواز داخل. دوك نشوفوا طريقه التحضير تاعها. نبدا على بركه الله. عندنا لهنا الحريره تاعنا واش نديروا؟ عندنا كميه تاع الثوم لهنايا ما نكثروش بزاف الثوم باش ما تجيش طاغيه بزاف الحريره تاعنا. زوج سنين حتى ثلاثه تاع الثوم. عندنا ملعقه تاع الهريسه ولا الدرسه. عندنا زوج ملاعق ولا ثلاثة تاع الفارينة على حسب لا كونتيتي اللي حنخدموها. عندنا ملعقة تاع طماطم مصبرة، ملعقة تاع العكري، وكذلك ملعقة تاع الكروية، ملح، فلفل الكحل. واش نديرو؟ هذه حريرة إكسبرس دقيقة توجد. ما
نحبوا اكسبريس واقتصادي، هذو هما جوج كلمات اللي يمشيو في الطبخ. هذا اقتصادي واكسبريس. نعم. حنا واش نديروا؟ عندنا كميه تاع الثوم هذوك، ناخذوا لهنايا نرحيوها ولا ندرسوا الثوم تاعنا، نضيفوا لهنا ملعقه تاع طماطم مصبره، ملعقه تاع الهريسه، ملعقه كذلك تاع العكري، والكميه قليله تاع الكرويه خاطر حنزيدوا نديروا في الاخر، نعرفوا الكمون والكرويه ما كثروش فيهم على الاول باش ما يطلقوناش هذيك المروريه. نضيفوا له كذلك ملح وشويه تاع الفلفل الكحل، كميه تاع الزيت نقليهم مليح، هي تصير تحف تقلانيه تاعها، قد ما تقلى مليح تجي بنين. ما نضيفوا لها زوج ملاعق حتى ثلاثه تاع الفارينه، نقليهم مليح معها وبعد نمرقوها، كي طيب نضيفوا لها كميه تاع الكرويه. هذا هذه بنينه بزاف، ومام قلت كي واحد يكون هكا بلا غريب ولا ياكلها نحيلوا لا غريب والله. لهنا عندنا لهنا التوميه، التوميه لهنا اللي نصيبها بزاف في المطارخ مطارخ مطاعم. اوكي. مطاعم سوريه لهنا نصيبوها بزاف، واش عندنا؟ يحبوها لي جون هذه. يحبوها بزاف نعم. قاسم هو يستنى في الوصفه. نعم. واش عندنا؟ عندنا لهنا ناخذوا لاباط تاعنا واش نديروا فيها؟ عندنا كاس تاع الماء. نضيفوا له لهنا ثلاث ملاعق تاع المايزينا، نطيبوهم، الماء والمايزينا نطيبوهم. بعد نخلوهم يبردوا هذاك الماء والمايزينا، بعد ما تولي لنا كتلة لهنايا، نخلوها تبرد. واش نضيفوا؟ ناخذوا اشوار لهنا، نضيفوا له لهنا زوج سنينات تاع الثوم حتى ثلاثة، حنا والذوق تاع الثوم اللي يكون فيها، ما لازمش كثروا بزاف، نعرفوا الثوم كي تكون جديدة تكون قاصحة، سيرتو الثوم الحمراء هذه، تكون قاصحة بزاف. مازالت ما خرجتش. مازال. مازال ما خرجتش. لهنا عندنا الثوم هذه البيضة هذه، واش نديروا؟ نضيفوا لها زوج سنينات حتى ثلاثة تاع الثوم. لهنا نضيفوا لها كذلك الزبادي، ولا زبادي هو ياغوت طبيعي، ولا ما كانش ياغوت طبيعي عوضها بالجبن الابيض ماشي مشكل. الجبن آه. نعم. عندنا حبه عصره تاع حبه تاع القارص، ونص كاس تاع الزيت، صافي هذاك الكاس اللي درناه تاع الماء نديروا نصه تاع الزيت، وندوروا في الاشوار تاعنا، والتوابل عندنا غير شويه ملح وشويه فلفل الكحل. هذيك الكتله هذيك نديروها معاها، هذيك هي الكتله، هذيك هي الاشوار. واش نديروا؟ الكتله هذيك اللي درناها تاع المايزينا والماء، ونضيفوا لها الثوم، نضيفوا لها الجبن الابيض ولا يا زبادي هو يا هو طبيعي، عصره حبه القارص، ونص في كاس تاع الزيت. لهنا ندورهم في الاشوار حتى نتحصلوا على الكريمه. نعم تخي نعم. تخي بيان. نروحوا لهنا قبل ما نروحوا استقبلوا مكالمه هاتفيه. الو صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا صباح الفل والياسمين، مرحبا بك. عايش لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله، وانت ما عليكش؟ والله الحمد لله لاباس. بيبي تفضلي. انا زهرة، هذا نديم. مرحبا لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. يا عايشة اول مرة نعيط في شغل. مرحبا بك. فهمت وي فهمت. مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا. صباح الخير خويا صالح نديم وصالح. نعم. اهلا بك. صباح الخير سيدتي. مرحبا لاباس عليكم؟ والله غير الحمد لله. براحتك براحتك، ما تقلقي ما تخافي ما والو. شكون معنا ومن وين؟ ام عبد الله من عنابه. مرحبا بكم ام عنابه. نعم مرحبا. عيط بك، نشكركم ياسر، نحبكم ياسر. يعيشك، شكرا لك. ونشكر الشيف نديم، الله يسلمك ربي يخليك. نشكرك على الطبقات تاعك، يعني علمتينا. وش راح نقول لك، كل صباح لازم نتبعك ولازم نجرب بالوصفات تاعك، وواحد وصفاتك ناجحين الله يبارك. الله يسلمك. حشمتيه يا ام عبد الله، تقول اخذ شيء طيب. يعطيك الصحة، شكرا لك. كاش ما حيبي طيب لك وصفة ولا حاجة حابة تشوفها؟ والله كل حاجة يعني الله يبارك. كلش كاين، كفيتو وفيتو، قولها لي. ونشكر خويا صلاح نشتيه. نعم، شكون اللي تشكر؟ صلاح. صلاح الله يبارك. مرحبا مرحبا. العفو العفو، هذا واجبنا. أنا حابك تشاركي معنا في موضوعنا وسؤالنا اللي خيرناه اليوم. أنت ربما سميتي واحد أبنائك عبد الله ياك؟ إيه عندي عبد الله. إيه ما شاء الله ربي يحفظه. زيد. وعندي محمد إياد. ما شاء الله. إيه. وعندي سندس. ما شاء الله. غير واحدة درت عندك ناد مع اسمها روجينا. 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 وش معناها روجينا؟ أه؟ وش معناها اسم، معنى الاسم روجينا؟ قالوا لي كشغل ياقوتة حاجة هكا، حاجة يعني حجرة، حجرة كريمة. يعطيك صحة. ها. اوكي. وقبلوها لك في البلدية عادي؟ والله قبلوها. قبلوها عادي، لأنه في قانون أصدر في السنوات الأخيرة أنه في أسامي منعت من استخدام ولا تسمية الأبناء بها في البلدية، ففي اسم لما تروح يقول لك لا لا هذا ما سموه لكش، فيعطوك أسماء بديلة. نعم. فروجينا هذا جديد، أول مرة أسمع به. لا كونتخيخ، خلقة في 98.
98 ما شاء الله، ربي يبارك، ربي يحفظها ان شاء الله. عايشك ربي يسترك. ديتها من فيلم مصري روحي. آه صح، على بالي كنت حنقول لك التسعينات كانت موضة الافلام المصرية. آه فنانة مصرية اسمها روجينا. نعم صح. ربي يحفظها ويحفظ كل الابناء ان شاء الله. عايشك ربي يسترك. شكرا ليك. عايشك ربي يطلعوا في رواحكم وربي يعينكم. شكرا، يعطيك الصحة. تعيشي. نروحوا لها للنتوم تاعنا. قلنا للنتوم تاعنا درت فيها كما قلت لك مزيج بين الدجاج واللحم المفروم. لهنا واش عندنا؟ عندنا كمية تاع اللحم المفروم، عندنا لهنا كمية تاع الدجاج، لهنا عندنا التوم بيان سو لازم تكون حاضرة. حنايا شوف حنا التوم يكون فيه خاطر كاين لهم يديروا له دوكا البصل. هو الأصل تاعو تدير بالتوم. اش ديري صح؟ انا والله نحط البصل سينو ما فريتش قد هانتوما قشر سينو باش تجي لاصوص. لا شوف إيباس. والله شوف كي تكون حنا شوف باش نختاروا له شويه لاصوص نديروا ملعقه صغيره تاع الفارينه كي يكونوا نقليو. داكو. هي تولت لنا ديك لاصوص تاعنا وتجينا شغل لاصوص تجي خاطره شويه. هو اصلا توم سي بالتوم. داكو سميتهم توم. داكو تخي بيان. على دوك حنا دوك في الاهرات كي يكون كونتيتي كبيره ولا لازم نديروا شويه تاع البصل داخل معاه. خاطش على باش البصل هو اللي فولوتيني الحالة ماشي تقدرش تجي فارينة بزاف خاطش يبعد توليها تولي موسكوتشو. نعم فارينة اوكي. نعم حنا لا حنا كي تكون في المنزل كي تحب دير انتو ما ديرش البصل تما دير ملعقة صغيرة بك في التقلانية تاعنا تاع لاصوص تاعنا ما تكتمرقا تجي شغل لاصوص تاعك خاطرة ما تبانش باللي فيها ملعقة صغيرة بك. دونك كي نكونوا نداويو في الديبيون مع التوم نحطوا الفارينة نقليوها كوا كي نقليو دوكا التوم تاعنا ندير له ملعقه صغيره تاع فارينه هي اللي حتى تخترنا لاصوص ديالنا وجينا خاطر لاصوص تاعنا ما جيناش مايه. طبيعي عندنا كميه الحميصه اللوز شابلير عندنا حبات على البيض توابل ملح في الكحل وكذلك الكمون لازم يكون حاضر وبيان سور لازم حنايا بكري كنا نديرو بزاف السمن نطيبو الطواجن تاعنا نطيبو بالسمن ما نطيبوش بالزيت ولا الزبده. واش عندنا كميه اليوم دونك حديروا اليوم على اصوله. نعم انا نحب الماكله التقليديه تكون فيهم السمن يجي فيهم ذوق بزاف بنين. نعم واش عندنا؟ عندنا كميه تاع الدجاج تاعنا نقليوه بشويه لهنايا ندير له كميه تاع السمن نقليو الدجاج تاعنا وبعد ما نقليوه نضيفوا له التوابل تاعنا. عندنا الملح فلفل الكحل وكذلك الكمون وعندنا كميه تاع الثوم اللي كنا لهنا سخرفجناها كذلك نديروا لها لازم الثوم كي نقليوه ندير لها شويه تاع الماء باش ما تحرقناش خاطر الثوم بالخف تحرق ما تلقش الماء ماشي كيما البصل يطلق الماء نقدروا نقليوه بلا ما نديروا له الماء. الثوم نديروا له كميه تاع الماء باش يتقلى لنا نقليو مليح هذاك الدجاج تاعنا بالثوم نضيفوا له ملعقه صغيره بك تاع الفارينه هنا باش لاصوص تاعنا تجينا خاطره ما تجيناش مايه نقليوها مليح بعد نمرقوه نضيفوا الحميصه لما كانت ماشي طايبه نضيفوها من الاول اذا كان طايبه كي نحسوا الدجاج تاعنا بدا يطيب باش نرموا الحميصه ديالنا ومن بعد على جانب نروحوا نخلوا الدجاج تاعنا راه يطيب على جانب ناخذوا لهنايا لا فيونداشي ديالنا. واش نديروا لها؟ نديروا لها التوابل اللي درناهم في لاصوص تاعنا شويه ملح فلفل الكحل كميه تاع الكمون ملعقه تاع لاشابلور باش هذاك اللحم تاعنا يجينا طري ما يجيناش يابس حبه تاع البيض باش تمسك لنا هذاك الحبه تاع الثوم تاعنا يجوا حبات متماسكين وبيان سير كميه تاع الثوم الثوم ما نكثرولهاش بزاف باش ما تجيناش هذاك الغوفي هذاك اللي يطلع لنا هذاك الثوم والكمون. نعم لهنا شكلوا كريات ونرموهم داخل لاصوص تاعنا نخلوها بعد ما يطيبوا نضيفوا له كميه تاع الكمون في الاخر. اوكي نعم زعما في الكميه تاعك قد راح دير انتوما؟ انا ندير شوف كيما ما نكثرش من زوج سنينات دوك حسب لا كونتيتي هنا كيما لهنايا يا ربي زوج سنينات تكفينا هنا في لا في لا في لا فاخص لا في لاصوص لاصوص هكذا واحد ثلاثه اربعه ماكسيم. اها خاطر على خدمه تكثر بزاف تجي قويه الريحه تاعها من بعد با بليس با بليس اه التوم على التوم تاعنا شغل التوم تكون جديده تكون قاطعه في خدمه تكثر بزاف تجينا قاطعه التوم تاعنا. ما فيها ثلاث سنات توم ثلاثه ولا اربعه ماكسيموم اه ملعقه صغيره بك تفارينا هي باش تخطر لنا ولكن ان كونتيتي كبيره نقدروا نستعملوا حبه تاع البصل ولا باش تخطر لنا باش كيف عندك هنا عندي ان كونتيتي صغيره ما حبيتش ندير لها البصل هنا لداخل. تخي بيان تفضل. معليش هذيك نروحوا لهنا للثومه تاعنا. الثومه تاعنا هذه تجي كيما الكفته ولا هي كاطو اللي دوكا راهو طوندونس راهو بزاف الاعراس راهم يقدموها يحبوه بزاف. نعم خاطر على مام المبتدئات ولا يقدروا يحضروه في الدار ماشي زعما حاجه اللي واعره اللي تشد اليد ولا وجميل شكله. نعم واش عندنا؟ عندنا كميه تاع اللوز اللي يكون مرحي مليح مرحي غبره اللوز تاعنا. انا كيله تاع اللوز انا هي نورمال كيله تاع اللوز كيله تاع سكر كلاص انا باش ما نحبش انا لاباط ديالي بزاف حلوه تجي تقهمنا نقصوا له اندوا صافي. عندنا كيله تاع اللوز عندنا سكر ناقص صبع تاع سكر كلاص اللي يكون مغرب اللازم ناخذوا ريسيبيون نضيفوا له هنا كذلك ملعقه تاع لافاني باش نكوها شويه
ومن بعد نبداو نلمو فيها بياض تاع البيض. تحصلوا العجينه تكون متماسكه، نحكموها نعجنوها شغل نكسروها بك، ماشي لازم نعجنوها عامله، باش هذاك السكر يتماسك مليح مع هذاك اللوز تاعنا وهذاك الحبه تاع البيض، نلموها مليح العجينه تاعنا، نخلوها تريه، نروحوا ناخذوا لهنا الحشو الداخلي تاعها هو اللي يزيد لنا البن. واش نديروا؟ عندي لهنا اون جينواز تاعنا اللي كنا حضرنا اون جينواز عاديه، ولا ما عندوش عنده مادلان ولا واش عندك نجد في البيض، نرحيوه مليح، نضيفوا له لهنا كميه تاع الجوز، الجوز لهنا هو اللي يزيد لها بدنا بزاف بنينه. دونك كيلا جينواز بربع كيلا جوز. هكذا باش الجوز واش عندك موجود في البيض، ولهنا نلموها لهنا الشوكولاته خيني لهنايا، انا بذوق البندق زيد لها بزاف بزاف بنه. اوكي. نعم. نلموها مليح، نشكلوا كريات، هنا الكريات تاعنا شوف هنا دائما الكريات تاع لا جينواز يكونوا صغار على على الكريات تاع البادامون. انا الا درنا هنايا 55 غرام تاع لا جينوا تاع البادامون تاعنا، نديروا 35 غرام تاع تكون صغيره باسكو هي تجي في النص والاخرى. نعم. ومن بعد نديروا نشكلوا لهنا كريات. لا انا واش حبينا نديروا؟ الا حبينا نخلوها بيضه هكذا، نحكموا غير لاكري بلون هذاك نمسحوها مليح، ومن بعد نقسموها على ست فصوص باش يجوا هذوك الفصوص تاعها، والتزيين يكون اختياري، نديروا دي مارغريت ولا ورده ولا واش عندك موجود في البيت. هنا. انا اليوم حبيت نبدلها شكل تاعها، حنا رمضان في هذا السكر هذا اللي راهو ملون، هذا اللي موجود في الاسواق دوكا. جوست ما كنت حاسقتك اسكو ملون، انا ما عم بالي فلان. لا. والله جو بونسي فلان. دونك سي ان سكر كولوري هكا. نعم. يتباع هكا. يتباع يتباع هكذا. نعم كاين في لودوغي، كاين في لارجونتي، كاين كيما هذا. في بزاف الوان هذا. اللي حبيت نبدلها الشكل تاعها، ولاباط تاعنا باش تجينا بيضاء مليح ندير لها ملعقه تاع هنا كولور املون. لاباط دامون تاعنا اللي حبها بيضاء مليح باش ما كيما اليوم لهنا حبينا نخلوها ثوم على الشكل تاعها حبه تاع الثوم، ندير لها شويه كولور املون باش تجينا بزاف بيضاء الثومه ديالنا. دونك تحب وحده ديرها في السكر وحده ما ديرهاش. ما ديرهاش. سوبر. نديروها هكا نديروها هكا باش. تخي تخي بيان، نقول لك بون كوراج. ميرسي. ربي يخليك ان شاء الله في هذا لو منيو، دونك حاضر معنا المتوم على الطريقه تاعو الاصليه. الاصليه نعم. نعم. نقول لك بون كوراج حيت فوق كيك ديكيب راح يجي صالح ساعه يدوق كوم توجور. مرحبا بيان سي صالح نعطيك لانه صالح من الاطباق اللي طلع له المورال وتحافظ على صحته النفسيه وحالته النفسيه هو المتوم، خاصه لما يكون بمرقعه بيضاء كما دار هنا الشيف نديم في صبيحتنا اليوم. شكرا لمن يتابعنا ويتفاعل معنا ويقترح علينا مواضيع، خاصه موضوع نهار اليوم اللي راح نتناولوه مع المختصه النفسانيه اللي حاضره معنا اليوم الاستاذه احلام. اي تحدى صباح الخير. اهلا بك. صباح الخير على مشاهدين الشروق تي. صباح الخير. مرحبا. اهلا مرحبا. الله يسلمك. الجزائري بحكم انه ربما نمط الحياه تاعو والعيش تاعو سريع جدا تحت الضغط دائما، حتى اللي ما يخدمش حتى اللي في الدار عنده ضغط سبحان صح الله. صح صح. فسؤالي حيكون مباشر، هل الجزائري يعتني بحالته النفسيه؟ في الفترات الاخيره ما شاء الله. والله في وعي. في وعي. علاش؟ احنا نعطيلك زوج تجارب. تفضلي. تجربتي كصانعه محتوى على السوشيال ميديا بزاف رسائل وين ما يكفينيش الوقت باش نجاوبهم كامل. الناس تسقسي على كيفاش نتهلا في صحتي النفسيه، راني نحس هكا، كيفاش نتعامل مع هذا الشعور، راني هكا. طيب. وجانب اخر كاخصائيه نفسانيه في المكتب تاعي وين كاين اقبال كبير من اشخاص يجي ويقول لك جيت باش ندير كونسلطاسيون باش نشوف برك اسكو راني بيان، اسكو تو فا بيان، ولا قولي لي كيفاش نتعامل مع هاد لي سيتوياسيون، عندي مشاكل في الخدمه كيفاش نتعامل مع هاد الصراعات هادو. دونك حاجه بزاف 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 تفرح كي نشوفوا بلي الناس وصلهم هاد الوعي انه حاجه بزاف مهمه اني نتهلا في صحتي النفسيه. نعم. احلام حبيت نعرف الفئه العمريه اللي تجيك للكابيني تاعك. داكور. شوفي انا في المركز تاعنا كاين اخصائيه نفسانيه تختص بالاطفال، اخصائي نفساني باسكو كاين شباب ولا رجال يحبوا يجوزوا مع بسيكولوج راجل، دونك كاين معنا بسيكولوج راجل، وكاين ثاني انا كاخصائيه نفسانيه نتكفل بالمراهقين والراشدين. دونك عندنا كامل الفئات العمريه. اوكي. صدقيني غير جي كونسولتي دي بيرسون لي ديباسيو 80 سنه. كاين ثاني ان دو مي باسيون، وي كاين ان دو مي باسيون ربي يرحمه ان شاء الله، قال لي مدام اذا بقى لي سمانه في عمري راني حاب نجوزها بيان، نجي نشوف بسيكولوج يعلمني كيفاش نعيش هاد السمانه بيان. ما شاء الله. وي دونك يكونسولتي وميم الكبار لي بيرسون زاجي. طيب وقتاش الانسان هكذا لو يشوف فينا يقول انا لازم نروح نشوف مختص نفساني؟ تري بيان. اول شيء فكره اني نشوف مختص نفسي غير كي نكون مريض فكره غلطه.
نقدر نشوفه حتى إذا راني بيان، راني حاب نخدم مثلا على مهارة معينة، راني حاب نكتسبها، راني حاب نتعلم كيفاش نتعامل في علاقاتي، راني حاب نتعلم مثلا كيفاش أنا نتحكم يعني في النرفزة تاعي. يعطيك الصحة. على هذه أنا مرحبا بك. انه هذا الشخص المريض واحد مثلا ما يعرفش كونترولي زعافه، كي يتقلق يخلطها سواء يدير حوايج تاع يكسر ويحزي لها موعد صح. ولا مثلا الشخص اللي عنده صعوبه كيفاش يتعامل مع المشاعر تاعو، باسكو كيما انت يا برافو ديجا راكي حددتي وين راه المشكل. كاين اشخاص اللي ما على بالهمش من باول راه المشكل، كاين اشخاص اللي عندهم مشاكل حتى في جميع المشاعر مش غير في الغضب، كاين اللي كي يحزن يحس روحه حزين تلقاه يغلق على روحه ما يعرفش كيفاش يتعامل مع هذه المشاعر، ينطوي على ذاته. اوكي في بعض الاحيان مليحه اني ننعزل نجبد شويه روحي قسما نعاود نسد في افكاري، بصح هذاك الانطواء اللي راهو رايح يؤدي بيا لاضطراب نفسي على المدى البعيد هذاك اللي لا ما نشجعوش عليه. كاين اللي يروح يؤذي نفسه، كاين اللي يلجا للمخدرات، كاين اللي يلجا الى ايذاء الذات انه يجرح روحه، هذه نشوفوها بزاف عند المراهقين. دونك كاين سلوكيات اللي من المستحسن ان احنا ما نديروهمش ونلجا الى مختص نفسي راهو رايح يعلمني كيفاش نتعامل مع هاد المشاعر هذوما. دونك باش بك نولي لك لسؤالك صالح، انه نقدر نشوف بسيكولوج اذا كان ما عنديش اضطراب نفسي، برك راني حاب نتعلم كيفاش نتعامل في مشكله ما في حياتي، ولا راني حاب نكتسب مهاره من المهارات، كيما نقدر نلجا كي يكون عندي اضطراب نفسي. دوك انا وقتاش نعرف باللي راني جو سوف راني نعاني نفسيا، كي نكون مثلا عندي مشكل ولا عندي حاله نفسيه تاع حزن عميق، ولا عندي صعوبات في النوم، مشاكل في التركيز، ولا مشاكل في العلاقات، وهاد الاشياء هذه راهي تاثر لي على حياتي، تما راهي تشكل لي اعاقه في الحياه اليوميه. وكاينه حاجه ثانيه مهمه اللي هي المده تاع هذا المشكل، اذا تجاوزت 15 يوم وانا ما رانيش مليح، راني نبردي في لي روبير تاعي، لا خصني ندير سيونس ونشوف، ومن بعد هو الاخصائي النفساني راح يقول لي. انا كاينين يجوني للمكتب يقراو في جوجل يقول لي مادام عندي هذا الاضطراب، كي ندير التشخيص تاعي وندير الاختبارات النفسيه، باسكو البسيكولوج ثاني عنده لي زانات تاعو كيما طبيب، ولا يقولوا لهم اي يقولوا زعما قريب عليه يقول له انت عندك ديبريسيون، ومن بعد يجيني يقول له انا شخصيتك انت نرجسيه، انت كذا، ويجيني ويقول لي صح انا عندي شخصيه نرجسيه، يقول له نو ما عندهاش كامل علاقه مع هذا الاضطراب. علاش؟ بناء على التشخيص اللي درته انا، الحصص التشخيصيه بلس الاختبارات، باسكو البسيكولوج كيما طبيب عنده لي زاناليز تاعو، البسيكولوج ثاني عنده لي تيست تاعو اللي يابليكيهم مع الباسيون تاعو باش يعرفوا واش عنده اكزاكتومون. لان سمحي لي استاذه يقول الفكره، نحكي لك كمجتمع جزائري، فكره انه واش يقول من منذ سنوات اللي فاتت، يقول لك يروح بتخبي للبسيكولوج، ولا لما يروح والناس تسمع به يقول له واش بيك بديت تهبل ولا بديت كذا، يعني دخلت في حاله صعيبه. صح. عندنا هذه الفكره، ويقول لك لما تروح عند بسيكولوج الفكره الشائعه انك راح تتكسل وتهدر، يقول لك وراه العلاج في هذا. علاش؟ خاطر هذه نشوفوها بزاف في لي فيلم تاع انه تشوف بسيكولوج في فيلم او مكسلو في هذاك لو ديفون وراه يقعد يحكي. هذا يا صح يكزيستي، هو علاج، هو احد علاجات النفسيه، باسكو في ثيرابي فوالا، باسكو في لا ثيرابي في العلاج النفسي كاين بليزيور ثيرابي، كاين عده علاجات نفسيه، هذا اسمه العلاج التحليلي اللي اخترعه فرويد، هذا معروف بزاف في علم النفس. وين يتكسل لو باسيون راهو يقعد يحكي 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 يحكي، ويسموها هذه التقنيه التداعي الحر، وين هو راهو يحكي وكي راهو يحكي راه يدير الربط ما بين الاحداث وراهو يفهم، ماشي باش بك تهدر باش تهدر، سينو تقدر تحكم صاحبك وراك تحكي له وراك تهدر. دونك هذا احد العلاجات النفسيه، كاين دوكا علاجات اخرى يعني العلم تطور بزاف، كاين العلاج المعرفي السلوكي اللي فيه خدمه التمارينات ديرهم سواء اثناء الجلسه ولا خارج الجلسه. انا لي باسيون تاعي قاعد كي تشوفهم خارجين عندي قاع بالكاييات بس وي باسكو يا دي زيكزارسيس، وي كاينين دي زيكزارسيس اللي نديروهم برا الجلسات العلاجيه، باسكو بسيكولوجي يشوفوا 45 دقيقه في السمانه بصح هو راهو مع روحه اسبوع كامل، دونك هذاك الاسبوع كامل راهو هو يروح فيه للدار وراهو يكمل الخدمه اترافير لي تكنيك اللي نكون علمتهم له في المكتب راهو يطبقهم، ويلا وحده مع روحه في الدار راهو يتواصل مع ذاته راهو يخدم على النفسيه تاعو، ويجيب لي ابخي هذاك الكايي واش دار فيها وين بلوكا وين ما عرفش، ورانا نتناقشوا رانا نتعلموا من ليكسبيريونس اللي عاشها هذاك الاسبوع.
كاين ثاني علاج خاص بالصدمات النفسيه اللي فيه تقنيات واحده اخرى كما تقنيات التعريض دونك علم النفس بزاف علم واسع وشاسع وفيه بزاف علاجات نفسيه دونك انا كاباسيون اذا كان هذه تاع نروح نقعد ونقعد غير نهضر ما تساعدنيش نكومونيكي للبسيكولوج تاعي نقول له هاوليك انا واش راني محتاج هاوليك انا واش راني حاب ومن بعد البسيكولوج هو يشوف اذا يقدر يلبي الاحتياج تاعك هو راه مختص فيها راهو يعرف يريبوندي للاحتياج تاعك إذا شاف باللي هو ماهوش اختصاص وماهوش مختص فيها يوجهك الأخصائي نفساني اللي راه مختص فيها اوكي فرضا زعما انا مختصه في العلاج التحليلي يجيني صالح يقول لي انا يا مانيش حاب نقعد غير نهضر راني حاب تعطيني حاجه براتيك راني حاب نمارس عفسه راني حاب سوبرفيزيني تاطريني توجهيني قول له انا ماشي مختصه مثلا في العلاج المعرفي السلوكي نوجهك لزميلتي هاي هي مختصه في هذا العلاج ويكمل العلاج معاها اوكي فوالا خاطر كاين عده علاجات دونك على حساب ديجا المشكله تاع لو باسيون تاعنا وعلى حساب الاحتياج ثاني تاع لو باسيون تاعنا فوالا دونك نعاودوا نولوا للسؤال اللي تفرعنا منه اللي هو تاع كيفاش نعرف اذا راني نعاني نفسيا دونك قلنا باللي اول شيء يكون فيه تغيرات في المزاج تاعي اذا كان فيه مشكلات في النوم في التركيز في الاكل خصوصا ولينا ناكل بزاف ولا تكوبالي كامل لابيتي انفعالات هكا تكون طالعه بزاف ولا نزعف بزاف ولا نتقلق بزاف ولا نحزن بزاف شيء طبيعي انه نتقلقوا ونزعفوا بصح اذا كانت بدرجه شغل عاليه بزاف ونولات تاثر على نفسيتي وعلى علاقاتي هنا نحط علامه استفهام تاع واش كاين واش راهو يصرى لي في هذه الفتره واكيد المده اذا كانت طويله ثانيت بزاف خصنا نكونسلتيو ثانيت نعم السؤال راح يكون تفضل تفضل السؤال راح يكون هو انه ديما جو مي بوز هاد لا كيسيون جو مدي علماء علم النفس لا ماجوريتي تاعهم ماهمش بالك عرب هما كامل يعني من فادير من لو موند فادير اكستيري انفا بار لو موند اكستيري ولكن اجانب نعم اجانب الفيتا موند اكستيري نعم فضائيين اجانب يعني دونك لكن النظريات اللي هما اكتشفوها ولا اللي هما عملوا عليها مجربينهم على المجتمعات اللي تابعين ليهم كيف لنا ان نعمل بنفس النظريات على مجتمعات مسلمه وعربيه سؤال فلسفي حسيت وشوف وشوف الاجابه شحال شابه عندك ساعتين الاجابه تفضلي لا غير في زوج دقائق ميم با تفضلي اجابه بزاف شابه اوكي يا زهر حاجه بزاف شابه ولا غير سؤالك بزاف شابه كاين العلاج النفسي الاسلامي اوكي نخدموا على المبادئ تاعنا اللي عندنا احنا في الديانه تاع الاسلام خبيه نراعي الجانب النفسي واحدث الدراسات النفسيه ونخدموا ثاني تاع الجانب الاسلامي يعني الجانب الروحي تاع الشخص باسكو المختص النفسي ما راحش يجي يقول لك صلي بصح اذا شفتك انا الصلاه راك ترتاح فيها يعني وراك تسولاجي منها راني رايح نشجعك على هذا السلوك هذا بما انه هو راهو رايح يعاونك داكو كاين مثلا التوكل في التوكل على الله كي نتوكل انايا في زعما مثلا عندي مشكله ومقلقني بزاف وانا غير نخمم فيه واش ندير نقول نوكل هذا المشكل اللي عندي لربي ربي هو يفريها لي وما نزيدش كاع فوالا نفوض امري لا ما نزيدش كاع نتوكل على ربي انه راه يحل راح يحله لي ونفوض امري لربي وما نزيدش كاع نخمم فيه نعم. هذه في احد التقنيات اللي يديروها في العلاج تاع الصدمات النفسيه الاجانب يسموه لو كوفر فور هذا لو كوفر فور صندوق وانت راح تتخيل المشكله تاعك هذيك على شكل ان اوبجي ولا اي حاجه وتسي تحطها داخل هذاك الكوفر وتغلق عليه وما تزيدش كاع تخمم فيها حتى وين تحس روحك بيان هكا باش تقدر تعاود تفتح هذاك الكوفر وتعاود تخدم عليها هي تقنيه اللي راح نتخيلوا فيها يعني خياليه بصح القدره تاعك على التخيل هذيك هي اللي راح تعاونك باش شغل تهدي شويه هذاك المشكل اللي راه مقلقك حنا في علم في في في, في الديانه تاعنا عندنا هذا الجانب دونك على المجتمع العربي كاين بزاف دراسات وكاين بزاف بحوث وكاين بزاف اشخاص اللي راهم يسعوا باش يطبقوا هذه الاشياء على المجتمعات العربيه المسلمه وعلى حساب البيئه تاعهم دونك كيما عطيتك دوكا مثال على التوكل كيما عطيتك مثال على الصلاه يعني تستعين بكل ما هو دين وعقائدي في شوفي ماشي العلاجات نتاعكم شوفي هي ماشي كل ما هو ديني وكامل بصح
كاينين بعض الاشخاص اللي محتاجين هذا الجانب. يعني انا نشوف الباسيون تاعي مثلا ملتزم و سي ان براتيكون تما يمارس بزاف مداوم على العبادات اكزاكتومون راح ندخل له من هذا الجانب. فهمتيني؟ صح. اكون قادر يجيني واحد ثاني مش مسلم كون نبدا نهضر له على هذه الامور ماهوش رايح يفهمني. فهمتيني؟ نقولوا مثلا المسيحي ولا من ديانه مختلفه ما راحش يفهمني لو كان نهضر له على الاشياء هذوما. دونك ندخل من كيما قلتي لي ثيرابي اللي مديورين من الاجانب فوالا. بصح في العلاج النفسي الاسلامي انا بكل صراحه مش مختصه فيه ان شاء الله بارمي لي بروجي تاعي تاع 2024 انا نختص فيه باسكو بزاف هايل فيه بزاف يعني يجبدوا بزاف من الديانه تاعنا كيما الدعاء كي تدعي كيفاش ساسولاج حتى في التامل تسبيح ايضا تسبيح اكزاكتومون وبذكر الله تطمئن القلوب حنا نقولوها دائما في برنامجنا. اكيد اكيد. برك كاينه نقطه كيما مثلا هذه تاع التامل في الخارج يعني في الدول الاجنبيه نصيبوهم يقعدوا هذيك القعده هكذايا وراهم يديروا يوغا. هذيك ماشي يوغا هذه راهم يميديتيو اليوغا وين كاين حركات جسديه اكزاكتومون. اوكي. في التامل صافي راني نخمم في حتى حاجه سواء راني مركز على حاجه وحده وراني نخمم فيها ولا راني نركز على التنفس تاعي وراني نخمم فيه. حنا هادية عندي ان باسيون كي مقلق شويه نقول له الو كاش ما راك تمارس التمارين تاعنا تاع التامل باسكو كي نكون نتامل راهي راح تعاوني باش نخفض في القلق تاعي ونرخي شويه ذهني. نعم. نقول لهم لي باسيون تاعي كيما التليفون زعما باغ اكزومبل راهو معمر مانيش قادر باش نصور به واش ندير نروح نسوبريمي شويه تصاور باش نقدر نزيد نستقبل حوايج واحد اخرين بليتو باش نقدر نزيد نصور تصاور واحد اخرين سي لا ميم شوز مع الافكار تاعي راني حنفيدي كامل مخي باش نخلي اسباس في مخي كي تزيد تجيني حاجه واحده اخرى نزيد نستقبلها. حنايا كي نكونوا نصلوا ونصلوا بخشوع رانا جوستومون ميديتيو رانا نتاملوا باسكو علاش انا مركزين غير في حاجه واحده ونسينا كلش دونك فضينا شويه مخنا. على بها كاين بزاف ناس اللي يرتاحوا بالجانب الروحي بصح يبقى انه هذا ليس هذا هو العلاج فقط يعني العلاج النفسي ما كاش غير الجانب الروحي برك يعني كاين عدة ايضا مهارات تدخل فيها مهارات المختص والتكوينات المختص لانه كيما في العلاج المعرفي والسلوكي كاين عده اشياء اللي نخدموا عليها. اوكي الجانب الروحي جد مهم باش نكونوا حنايا في صحه نفسيه مليحه وفي نفس الوقت كاين افكارنا كاين مشاعرنا كاين سلوكياتنا. الجميل في الامر انه اليوم في الوقت اللي رانا فيه مؤسسات محترمه ومدارس وجامعات فيه مختص نفساني نتابعهم دائما يزوره بصفه دوريه وهذا اللي مليح وهذا اللي ممكن يفيدنا. طيب مده العلاج وقتاش نقول على انسان ربما جاك للعياده حتى تقولي باللي خلاص هذا الانسان تخلص من المشكله ديالو وتقدر يتخليه؟ كاين اختبارات اللي نديروه نسميوه التقييم القبلي والتقييم اللي بعد يعني مور ما نكملوا الجلسات العلاجيه تاعنا رانا رايحين نشوفوا اسك لحقنا النتيجه ولا الاهداف اللي سطرناها اذا كان في حاله يعني مش مرتبط بمده مرتبط بحاله مرتبط بحاله اكزاكتومون. أيوة. دوكا انا صالح مثلا تجيني وتقولي انا راني مستعد وراني حاب نتبدل وراني هكا وراني هكا خلاص راك ديجا راك ربحتني كاش اربع حصص باش ما نخدمش معاك المقابله التحفيزيه باش نحبسك ونعلمك ديجا كي راه جاك العياده راه محفز نو كاين اللي يجي بصح راني نجي باش برك نهني لا كونسيونس تاعي بلي راني نروح نشوف بسيكولوج بصح ما نخدمش الخدمه اللي تمديها لي وما نطبقش واش تقولي لي. دونك هنايا نفهم بلي يا اما الباسيون تاعي ما راهوش واعي بما فيه الكفايه على المشكله تاعو دونك خصني ندير له اون بريز دو كونسيونس على البروبليم تاعو ونوري له مدى اهميه العمل على هذا الموضوع وين قادرين نوصلوا كي رانا واش نربحوا واش نخسروا كيما نريغليوش هذا المشكل هذا كامل نخدموا بالمقابله التحفيزيه اللي قادره تشد لنا من حصتين حتى الاربع حصص ومن بعد باش نروحوا للمراحل العلاجيه. دونك اذا انت مثلا تجيني محفز وكامل خلاص نبداو ديراكتومون لا ثيرابي وخلاص كملنا ورانا نخدموا اون فوا كملنا ندير لك تيست نشوف باللي كاين فرق بين افون اي ابخي انت تحس روحك باللي راك بيان راك اون فورم خلاص كملنا ونقول لك بابي يبقى ديما مفتوح كي تسحقني تعاود تجي وهذا ما كان. ناخذ مثال ثاني زعما مثلا زهره معليش
بيان سور. انا ما قلتليش معليش درتي مثال ديالك. باسكو هذاك مثال شباب بصح شوف المثال تاع الزهره ماشي شباب. حتخلفها لي نقولوا مثلا زعما زهره بالعكس راهي جاتني ما راهيش موتيفي ما على بالهاش كامل واش هي المشكله قالوا لها روحي شوفي بسيكولوج وجات وخلاص. دونك زهره راح تاخذ حصص اكثر من الحصص اللي خديتها نتايا ديجا باش نوعيوها وباش هي تشوف مدى اهميه العمل وتفهم واش معناتها بسيكو باسكو كاين بزاف اللي يجي في باله كيما طبيب نروح عنده يكتب لي دواء ونجي رايح ولا يقول لي دير هكا ونجي رايح الوغ كو مع المختص النفسي هي حصص علاجيه وكل حصه عندنا هدف منها كاين حصص تفريغيه وين الانسان راهو حاب يفرغ وين راهو حاب يكون مسموع مفهوم وما يحكمش عليه المختص النفسي كاين حصص اللي يكون عندها هدف انه نخدموا على موضوع مثلا قال اليوم راني حاب نخدم علاقتي مع بابا علاقتي مع يما راني حاب نتعلم شغل درس جيت نتعلم درس مكلف الامر مكلف من جميع النواحي لا على بها نقولوا باش تشوف بسيكولوج سي اون اكسيون تري كوراجوز عندك شجاعة كبيرة انك راح تديرها لانه تخيل صلاح عندك جرح احنا نخلطوا فيه قعدوا غير خلطوا فيه باسكو سي دولوغو تجي تحكي لي انا على صدمة عشتها في حياتك ونعرضك لهذيك الصدمة ونقعد غير نهضر لك عليها ونقول لك واش كنت تشوف هذيك الدقيقة واش كنت تسمع يعني تبروفوك اكزاكتومون سا باغ اكزومبل في لا ثيرابي تاع لا نت ثيرابي في العلاج السردي التعرضي اللي نخدموا بهذه الطريقة دونك سي دولوغو شوية خلينا من تاع كي تخرج من المكتب المختص النفسي كاين بزاف اللي كيقول لك نروح عنده باش يمد لي طاقة إيجابية ونجي جاي تخرج من عنده شويه ما راكش مليح تفكرت هذاك واش عشت توصل للدار شويه ديموراليزي مي جوستومون هنا يجي الدور الثاني تاع انه عطينا لهم دي تكنيك كيفاش يتعامل مع النفسيه تاعو مور ما يخرج من المكتب تاع المختص النفسي وهو ماهوش مليح ولا ثاني اهميه اختيار المختص اللي نروحوا ليه لانه ظهرت في الاونه الاخيره يقول لك ثيرابوت يعني انسان يمارس ما قراش علم النفس ولكن يمارس علم النفس بحكم دورات ولا حاجات دارها باش نولوا دي ثيرابوت سي دي فورماسيون لونغ دوري اللي نداروا من عام حتى العامين حتى ثلاث سنين بلوس الاشراف لي سوبرفيزيون تما هذاك البسيكولوج اللي راهو مختص في علاج ما ولا ثيرابوت في علاج ما عنده جلسات اشرافيه تاع يروح يعاود يولي السوبرفيزور تاعو يقول له هاو كيفاه طبقت حنا دوكا ثيرابوت هذه ولات من المجالات من المجالات المنتهكه جدا علم النفس عاد اللي يجي مد دروس يعني خاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مليحه بسيكولوج. هي مليحه باسكو راهي واعي بصح في نفس الوقت مليحه نعرف حدودي كيفاش نفرق طيب انا كيفاش نفرق بين انسان يعني رحت له العياده وشفته باللي مختص نفساني عن حق عن جداره وحقه ولكن ونشوف انسان ربما شوف اول شيء المختص النفسي سي او فيلينغ شغل شت كي تقعد ريحت له حسيت روحك بيان شغل مشات هذيك لا كونيكسيون حسيت باللي هذا الشخص درت فيه ثقه وراه رايح يعاوني خلاص صح اهم شيء اني نسقسي اسك هذا راه مختص نفسي طيب تما تسقسي على ديموندي له شهاده راهم باينين لي بسيكولوج اللي كاينين في الجزائر لي كابيني تاعهم لي سونتر تاعهم راهم باينين اوكي تلقاه كاتب اخصائي نفساني ما كاش كيفاش تروح عند مكتب وهو ماهوش كاتب اخصائي نفساني لا ماهوش كاتب اخصائي نفساني هل تؤمنين بالتشخيص عن بعد عبر الشاشات انا نخدم بالجلسات اونلاين تخصصت في هذه الحاجه يعني درت فورماسيون حضرت باسكو واعر شويه كي تخدم اونلاين كاين بعض الحالات انا ما نتكفلش بهم شغل كاين بعض الحالات اللي يكون في عندهم مثلا افكار انتحاريه ولا حاجه ما ناخذش المسؤوليه هذيك تاع اني نخدم اونلاين نوجهه ديريكتومون الاخصائي في الولايه تاعو فهمتيني كاين بعض الحالات اللي ما يكونوش مستعصيه اللي نقدروا نخدموا معاهم اونلاين دونك نقدروا نخدموا يعني مفيده تقدر تجيب اي اكزاكتومون وي تقدر تجيب ونستفادوا من المختص النفساني لما نرتاحوا له احنا ارتحنا لك اي عايشك يا ربي يحفظك يا ربي يحفظك شكرا شكرا لك وانتم شكرا لك يعني مدينا اليوم كامل التساؤلات اللي عندنا عبر عثرناك كما نقولوا اليوم هكا ومازال لو عندنا انا كنت قلت لهم ننصحكم بها تسمى لازم نبرهن لهم باللي راكي كفاءه ميرسي بوكو شكرا لك شكرا لك والجزائري لازم يهتم بالصحه النفسيه ديالو اكيد اكيد ان شاء الله نديروا موضوع على كيفاش نهتموا بصحتنا النفسيه نعم اوكي احنا هذا اللي كنا في المطبخ ولكن معليش نعاودوا معاك نروحوا للمطبخ هيا تفضلي هيا نسالوا روحي مع صالح مخده
جات معايا. هاي تفضلي معنا استاذه حلام اي تحدى. ما كاينش نادين صبر، ولكن نشوفوا شراي الحاله شنو الاطباق ربما اللي تطلع المورال اللي تسقم الحاله النفسيه ديالنا. انا اللي متوب على نفسي فوالا. كل شخص واش يحب يفضل ياكل، وجوستومون كي نكونوا ناكلوا ناكل بكل وعي، تاع راني نستبن راني نشم ريحه هذيك الماكله، ناخذ وقتي معاها اكزاكتومون، ناخذ كامل وقتي كي راني ناكل باسكو سي ان مومون دو بليزير. وين راني اوكي تفضل تفضل نادين، اسمح لنا صدمنا لك ديرك المرحبا. تفضل السلام. دونك كي نكون ناكل راني ناكل راني نستمتع بهذيك الاكل هذيك، راهو راهو يدير فيها هذاك الشعور تاع الاستمتاع تاع السعاده تاع لا جوا. كيما كي ناكلوا الشوكولاته ربما يعطيك الصحه فوالا. باغ كونتخ كاينين بزاف اللي عندهم مشاكل نفسيه، اللي تلقاه كي ياكل ياكل بالزربه، ولا كي ياكل ياكل وهو ماهوش يستبن باسكو ياكل في العواطف تاعو هذوك الزعاف وهذوك، يقول لك كي ناكل نتكالما الوغ كو نو، ناكلو باسكو جعنا ولا ناكلو باسكو حبينا نستبنوا هذيك الحاجه. دونك سا سخي انتيريسون لو كان كي نكون ناكل ناكل وراني نستبن. ناخذ وقتي معاه وكاين اللي يعاون الصحه النفسيه ديالو لما يطبخ كما الشيف نادم اللي يرتاح مع الطبخ ديالو صح؟ انت يساعدك حتى لا لا ممكن يكون مناربين ناكل ونقتلو يطبخ يا حي. الطبخ مثلا بين المهارات اللي كي نكون، وعلاش باغ اكزومبل دوكا هو كي راهو يطيب لنا او مركز في واش راهو يدير، واش راهو يدير زهره واش راهو يدير كي راهو يطبخ او يفرغ او يتامل باسكو راهو مركز غير في هذيك الحاجه برك، يسموها اليقظه الذهنيه. انا كي نكون فريمون يعني حاكمت لي ندخل لا كويزين، ما نقدرش نطيب وانا ماشي وانا صافا. وتسمعوا الخبيط المواعن كسارا دار معاهم كاع باسكو ما تحبيش بزاف الطبخ. زعما كونتخير افون تحبي نو بنحب نديرو باغامور، ما نحبش نديرو كوردي. صح نادم وانت باغامور جينك، لان على بالنا بلي راح تبدا بالتوب. حيي الرب حيي الرب. تعلمت اليوم التوم. نعم يطلع المورا. نعم لا نعرف التوم هي انتيبيوتيك هو طبيعي. نعم احنا ما كاش دار ما التوم، التوم تكون حاضره دائما نكون ويتعلق هكا في البالكون دائما في البالكون وانت خلص قيسو براسك. اليوم حنديروا لهنا درنا حريره تاع التوم لهنايا سيرتو صحاب اللي عندهم دوكا لا غريب ولا هذه حريره تاع التوم. حنديروا المتوم، حنديروا كذلك التوميه اللي نصيبوها في المطابخ السوريه لهنا بزاف التوميه، وحنديروا الكاطو لهنايا اللي على شكل تومه اللي او تواجد دوكا طوندوس راهو ما كاش اعراس ماهوش يقدموا هذاك لو كاطو. وشنو هو الطبق المفضل عندك ساده؟ حتى نتعلموا بسيكولوج، ما حنا ناكلوا كامل كذاك الطبق. يا كنت نقول واش فريتون يا خويا ناكل صباع ماشي يطلع لك المورال. هاي لعبك سورتو كي طيبوا ماما بيان سور باسكو كي طيبوا انا ما بيش يجي ناشف بصح تاع ماما يجي ناشف. يعطيك الصحه استاذه. شكرا لك ولازم نحجزوا موعد عندك لانه لازم الانسان يهتم بالحاله النفسيه ديالو. مرحبا بكم في اي وقت. ربي يجازيك. شكرا لك استاذه احلام اي تحدى. شوف نادين يعطيك الصحه مبدع كالعاده. والثوم اليوم عطيتونا بطريقه جديده كيف نقولوا الثوم شغل يجينا ولكن الثوم عندك ثوم. يعطيك الصحه الشيف نادين. شكرا لك استاذه. شكرا تحبوا صالحات رؤوف رؤوف تسلموا عليه في هذا الصباح اذا كان يشاهد فينا ولا كاع المحبين ديالو اللي برانس دي راي الشاب مامي اللي سمعناه في هذا الصباح. كانت هذه العوده تاعو بعد غياب طويل. الشاب مامي كان داير ديريكتومون فيتشرينغ اللي صدر ماشي الصيف هذا الصيف اللي فات والسنين صافي ديزاني سمعناه في هذا الصباح في صباح الشروق. نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم ونعاود نرحبوا بكل من التحق بنا في هذه المحطه الطبيه. اذا جانا طبيب محطتنا اللي راح تكون دركه مباشره بدون جينجل. يلا جانا طبيب ولا نديروا جينجل؟ كما حبيتوا بدون جينجل. جانا طبيب دائما اليوم تكون يوم الثلاثاء بامضاء الدكتور اللي تحبوه بزاف نادير جرين المختص في داء السكري و والوقايه العلاجيه متعدد الاختصاصات. اهلا بك دكتور. مرحبا. شكرا. مرحبا بك. صباح الخير عليكم. هي مرحبا بنا درك. صح درك احنا هنا نسكتوا وانت تهضر. نعم اهلا بك. مرحبا بك من جديد. اذا موضوعنا اليوم صلاح راح يكون عن المضاعفات ولا عن الاعضاء المتداول. بدينا نتعمقوا بدينا نروحوا بعيد. السكري عرفناه حددناه درنا المفاهيم تاعو درنا الانواع تاعو طريقه حقن الانسولين طريقه التغذيه ديالو عند الاطفال عند الكبار كل شيء. اليوم لو نسمحوا في السكري ونخلوه يتمادى ويكبر ويعيش معانا ويطول ويقدر يوصل الار كي اولا اليوم راح نهضروا على حاجه خاصه اللي هي لا سوفونس تاع لي زورغان يعني وشنو هما الاعضاء اللي يتقاسوا المكثر من السكري كي ما يكونش متوازن. ما تنساوهاش هذه كي ما يكونش متوازن فهمها لنا. لازم ما يفوتش سبعه تاع التراكمي تاع ثلاثه اشهر باسكو مام بين سته ونص
اللي هي لا ليميت لسبعه راهو تسمى السكر راهو طالع ولكن طالع شويه ما يعطيش بزاف مضاعفات كبيره يعني نعم لكن ليه وصلوا لتسعه وعشره و12 هذيك اكيد على هذيك لازم كما نقول كل خطره فوق 40 سنه نسيو نشخصوا كل عام نديروا ان بيلون جينيرال يعني نسيو نشوفوا السكر الكوليسترول هذوما كل امراض الايض هذا بعد 40 سنه رجل ولا انثى رجل ولا امراه اوكي داكور المراه هي في العاده كي تكون بالكرش وكلش ودير دراري رانا يعني رجال سامحين في هذا الشيء والله احنا رجال ما عندناش كاين بزاف اللي يجيو 13 14 الهيموغلوبين هذيك تراكمي صح وفورسيمون اكيد راح يكون كي يجي ديجا عنده مضاعفات ولا راهو في خطر كبير نعم اوكي بالحديث عن المضاعفات نروحوا مباشره يعني كما قلت لك دغوا وبوت وش هي الاعضاء اللي تتاثر بالسكري الغير متوازن الوغ الاعضاء بون هو العضو الاول انا نعتبره كعضو هما شرايين لي فان لي زارتير لي فيسو سانغان كامل شرايين نتاع الجسم كي يكون السكر طالع كاين التهاب في الشرايين الداخل وفي الخلايا اللي راهم حول الشرايين اوكي داكو. مع الوقت راح تعطيك امراض تاع الشرايين طيب قادر راح تقيس الشرايين الرقاق اللي هما في العينين في الشبكه وي اوكي الشبكه البصريه راح يقيس الشرايين اللي هما نفس لو ميم كاليبر اللي هما في الكلاوي طيب اوكي كي نلقاو اون اتانت في العينين اوتوماتيكمون لازم نفيريفيو ديريكت والعكس صحيح وكاين نتاع نتاع القدم الاعصاب اوكي الاعصاب القدم هذيك حكايه واحده اخرى نعاودو اختصاص وحده سبحان الله لانه السكري مرتبط بزاف بال باسكو هذيك قادره تكون شرايين الخشان والصغار كي يكونوا مقيوسين مع بعضهم يتمد لي البي ديابيتي طيب دونك هادو شرايين صغار العين دونك الشبكه الكلاوي مهمين جدا والاعصاب خاصه تاع الرجلي باسكو الاعصاب العصب باش يدير الدور تاعو لازم له الدم يوكلو يلو نوغي والدم يعاود يصفي دونك الى اون ارتيريول اون فينول حاجه صغيره بزاف داكوغ تكلمت على الاعصاب دكتور اسمح لي نعاود نرجع لهذيك النقطه تكلمت على الاعصاب الانسان لما يتقاسوا اعصابه واش حاب يقول معناتها مشكل في 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 العقل تاعو ولا شنو واش حاب يقول الاعصاب لتحت وي اوكي تاع لي مومبر يعني التحكم في الاكستريميتي فوالا اوكي التحكم في الاطراف ديالو في الاطراف اوكي طيب خاصه الوجاع الحريق الاحساس هو يولي يعني يقول لك كاين بزاف يقول لك عندي الحراره في رجليا كاين يقول لك انا رجليا يبردوا في الليل كاين يقول لك عنده الوجاع وقادر يكون الامر عكسي يعني لما يبانوا عليه هذه الاشارات ما تحبيقوا عنده سكري بيان سور كاين بزاف اللي ما يشخصوش ما يروحوا ديريكت للمضاعفات باسكو قال بين 5 و 15 سنه ملي عنده السكر وما على باله ونساه وخلاه للاسف واو خمس سنين هي اليوم الاحصائيات يقولوا باللي كي نشخصوا السكري النص اكثر من النص تاعهم راهم ديجا صافي خمس سنين من عندهم السكر ما عم بالهمش لانه ما يجيش يجي على ضربه نعم على بالوش ما كاينش حتى اعراض يعني تشخيص اوكي ما تجيكش في بالك بلي عندك سكري نعم دونك هذيك سيتي الشرايين الصغار الشرايين الكبار اللي هما تاع القلب تاع الدماغ الداخل وتاع الرجلين لي مومبر انفيريور الشرايين اللي يبداو منا ويروحوا لتحت راح كي تبوشا ولا راح يمدوا ولا اون انسوفيزونس ارتيريال عدم القدره اللي هذوك الشرايين يديو الدم حتى للقدمين لتحت داكوغ يمكن سا بو دوني باغ اكزومبل نتجرح ما عنديش الدم يجيب لي الخلايا باش تداويني داكوغ باسكو الجسم يداوي روحه هذا اللي يؤدي للبتر بيان سور لا غانغرين اكسيتيرا هذا هو اللي يؤدي للبتر مباشره مرات البتر مرات المشكل يتعمق حتى البتر يولي ما يساعدش سبحان الله
سؤالي هو انه كاين لا ماجوريتي دو ديابيتيك ما يحسوش زعما كيكون سخون، يمس سخون البارد عنده حاجه عادي، هل هذا سيني باللي راهو عنده اون نوروباتي وي تاع تاع الشرايين صغار؟ داكوغ، ثم لازم يروح، لازم يروح يشخص. طيب تكلمت اكزاميني عند نورولوج ولا عند طبيب تاع السكر تاعو، هو يبعثو عند نورولوج تاع الاعصاب. اوكي، وكاين علاجات الان انا لحقنا المضاعفات دكتور، راه كيقولوا معليش قبل ما نلحق السؤال تاعي خلينا نستقبلوا مكالمه ويكون فيها سؤال كذلك. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير. لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله. صباح الخير زهره. صباح النور، مرحبا بك، اهلا. تفضلي. الو الو الو. نعم تفضلي، مرحبا بك، نقدر نهضر مع الدكتور؟ تفضلي راهو معك. تفضلي مدام. صباح الخير دكتور. صباح الخير مدام، مرحبا بك. لاباس؟ تفضلي بسؤالك. تفضلي الدكتوره معك، تفضلي. نعم، انا شي ديابيتيك من 2001 لا غروسيس. وملي مات بابا الله يرحمه صافي تسموا او غير يطلع لي السكر ما حبش يحبط، عطاتني انسولين. نعم عطاتني انسولين، وي نضرب 4 فوا في النهار. مليحه، احسن شيما هذاك هو. نعم عطاتني دكتور. وي مليحه مدام. زيدي ودي فوا في الليل كي نضرب الانسولين تاع الليل نطيح كوما، تسمى شغل نطيح كوما خلاص ما نقدرش كاع تاع الليل. هذيك اللي وحدها البطيئه؟ نعم البطيئه ولا تاع العشاء تاع الليل؟ نضرب لونتيس تاع الليل هذيك، قالت لي ضربي تاع الليل، وفي النهار نضرب 3 فوا. ها دونك لا لونتيس دوخك بزاف ياك؟ نعم لا لونتيس دوخك بزاف. وي دي فوا تاع الليل تاع 23 طيحني كوما. لا ما ديريها شويه قبل، لا ديريها بين 23 تما وكوشي. نعم؟ هي كي نجي راح نرقد، ولكن اليوم شفنا باللي بين 9 و10 ملائم، وقت ملائم. وي حتى نكيل السكر تاعي نشوفه قبل شحال طالع ولا حابط، ونشوف نزيد في لادوز ولا نقص لها، ولا يكون طالع نزيد في لادوز ولا يكون حابط لي نقص في لادوز. نو الوغ شوفي سمحي لي فقط دكتور، هذا هو سؤالك سيدتي؟ نعم. يلا ما نشدوك، شكرا لك، حيجاوب عليك الدكتور. شكرا لك، يومك طيب، ما يكون غير الخير ان شاء الله. اوكي الوغ قبل ما ديروا هذه البطيئه كنعايروا السكر باش نشوفوا نتاع الانسولين نتاع العشاء البطيئه، نشوفوا ليفيكاسيتي تاعها الفعاليه تاعها كي نوضوا صباح. اوكي صايمين صباح ولا جواه شوفي دخلت على العشيه. فوالا اوكي، من 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 ما نديسيديش الجرعه ولا الوحدات على حساب نسبه السكر قبل ما ندير البطيئه. داكوغ، واضح. هذه لازم الطبيب يفهمها للمريض تاعو. تسمى لا دوز تاع لونتيوس سي لا دوز. سي لو ماتان، غليسيمي اجان ولا. يعني ما نزيدو ما نقصو فيها هذيك. لا، لكن نلقاو روحنا طالعين راح لازم نزيدو في الليل على 9 ولا على 10 تاع الليل تاع لا لونت. داكوغ. بطيئة. بصح كيفاش نعسو لا دوز اسكو مليحة ولا مش مليحة؟ سي صباح اجان. صباح صايمين. ولا جواه الخمسة تاع العشية. للفعاليه تاعها تبدا تنقص 5 6 باسكو البطيئه تمشي 24 ساعه. طيب وباش ننصحوا السيده دوك الان؟ دونك نو لازم تعاود تشوف تعاود تروح تشوف طبيبها تاعها، تعاود تشوف لاكليسيمي تاعها تاع الصباح صايمه، وعلى حسب هذيك النسبه ترقلي البطيئه تاعها. ممتاز. أوكي. ممتاز. نعم. نرجع سؤالي ولا عندك سؤال صح؟ تفضل صلاح. يلا انا سؤالي كان راح يكون دكتور على اوكي راهم بانوا المضاعفات، وهذه المضاعفات جاوا بسبب السكري. على بالنا باللي لازم نعالجوا حاله بحاله. في هذه المرحله نعالجوا سواء جانا مش مشاكل تاع القلب ولا تاع الاعصاب ولا تاع الشرايين ولا حاجه هكا، نسبقوا بهذوما كونها اكثر خطوره بعدها نجوا للسكري ولا مع بعض؟ لانه على بالنا بلي تدخل العلاج والادويه راح يسبب مشاكل اخرى. نو مع بعض. مع بعض. مع بعض. ما يسببش مشاكل. نو كاين طرق اللي نقدروا نستعملوها، ما راح يسبب حد شيء نورمالمون. كاينه حاجه اللي راك تو لا سولاف سي تري بيان، هي باللي السكري وحده بيان سور ما راحش يعطي هذه المضاعفات وحده، لازم يكون كوليسترول ثاني مش متوازن. لازم يكون لا سيدونتاريتي يعني نقصان في النشاط. داكور. لازم الكلاوي ثاني يكونوا اغلب الحالات نشوف السكري مع لا طونسيون.
تمشي مع بعضها يمشي مع بعضها نعم. ويصير مشاكل اخرى. هل مضاعفات يعني الاعضاء اللي تتقاس من السكري الغير متوازن الايريفيرسيبل يعني هل نقدروا نتربيهم يعني نقدروا نسترجعوا العضلات اللي فقدناها الاعضاء عفوا اللي فقدناها الوغ في بعض الاحيان بون كاين درك مثال نعطيكم مثال واحد يدير جلطه قلبيه انا فاكتوس دو ميوكارد عنده عرق تبوشه نروحوا دركا نقدروا في النهار هذاك في 6 سوايع ولا اقل من 12 ساعه نقدروا نديبوشيوه. اوكي يعني بصفه استعجاليه تمتم وي. تمام بعدا راح يكون عاود ولا العضو لا فونكسيون تاعو عاديه. داكور من بعد اكيد بلي راح نبدل طريقه الحياه تاعي. طيب لازم نكون بلو فيجيلون ونتبع واش يقول لي طبيب، ما نروحش نشخص وحدي، لازم توجور نتبع متابعه باينه. اوكي ثانيا كما في العينين في الكلاوي نقدروا نحبسوها كي نرقليو السكر نرقليو لا طونسيون ولا يتخبل ميتابوليك خلل تاع الايض كي نرقليوهم هادو في ثلاثه راح نبلوكيو هذيك المضاعفه ما تزيدش تيفولوي. نعم. أوكي. ما تزيدش تدهور تسبب حاجات اخرى بلوكي نحبسوها كيما لا غيتينوباتي نقدروا نديرها ونتريتيو ونديروا لازر ولا نديروا كاين واحد الحقن هكا نعم يديروهم ما يبقى توجور التشخيص المبكر هو سيد أكيد. العلاج تفضلي نقول لك الو صباح الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا صباح الخير اهلا صباح النور سيدي مرحبا بك نشوف الدكتور نسقسيه اراه معك دكتور تفضل حبيت نسقسيك انا عندي ديابيتيك صافي دوكا 2 ans et demi اوكي شحال في عمرك عامين ونص عندي 51 الله يبارك اوكي صحيح صح تفضل عندي السكر ديالي مريقلي نورمال وي صحيح انا البروبليم كان عندي السكر ما على باليش به وي وكيما نقولوا شينت وكنت معطش بزاف وراحوا لي ليران تانيك وعينيا اوكي لك وغير الخير ان شاء الله تفضل نعم تفضل انا السكر ديالي كي لقيتو كي لقيتو طالع 18.01 طالع بزاف اوكي صحيت ومن بعد ليران دوك درت الانسولين عاودت ريكيبيريت ليران كاعيتيت بصح شنو ليران هذوك رحت معاهم بالريجيم مع الماكله بيان سور هذيك اكيد البروتينات تنقص نسبه البروتينات صح اوكي ايه ومن بعد اللي راه هذوك عاودت ريكيبيريتهم بالانسولين والدواء وكاع الحمد لله الحمد لله تما شغل كنت ناكل حاجه مفوره الحملاله يعني ريجيم سبيسيال تبعت برافو عليك يعطيك الصحه ايه صحيح ومن بعد لافارين بلونش ما ناكلهاش كاع ايتي كما تفهمنا ديجا عاد تبعت الدكتور مليح يعطيك الصحة صعب انا نتبع السكر ديالي عندي الرزاي صوني لي في الوقت كاع ايتي ربي يخليك شوف شكرا لكن تبقى تعالج مليح خويا وتبع مليح السكر ديالي كان 18.01 دوكا تريكليتو حتى 6.2 سوبر ما شاء الله 6 مليحة حاجة مليحة غراس على الانسولين وانا كان عندي اللي انا شوية ناشفين فوالا ريكوبير شلي ناشف لي غان دونك انت شوف انا واش راح نقول لك درك انت في الخمس سنين شوف بين 5 و7 سنين اللي راهم جايين لكن الحاله تاعك تبقى ستابل ما تخافش ما فيهاش ما راحش تدهور الحمد لله يا رب وما يكون غيرك يعطيك الصحه برافو عليك عينيا ثانيك عاودت ريكيبيريتهم اللي راه عاودت ريكيبيريتهم عينيك ما شاء الله نعم دونك انت اليوم عيطت عطيتنا طاقه ايجابيه عطيت امل يمكن للناس اللي راهم بصح اكدت كلام الدكتور راك مثال تاع العلاج تاع كي نعالجوا بالانسولين ماشي حاله خطيره ماشي باسكو زعما حاله خطيره يعني هو حل من الحلول مع الريجيم ومع استراتيجيه من استراتيجيات العلاج وتقبل المرض تاعو المشاكل ديالو يعطيك الصحه سيدي يعطيك الصحه تقبلت المرض ديالي تقبلته الحمد لله يا رب الحمد لله شكرا تقبلته الحمد لله تحتنا ثاني في اطباء الله يبارك صح يا خويا والسكر هذا ما يخلعش صحيت ما يخلع حتى واحد يعطيك الصحه شهاده رائعه من عندك شكرا لك الماكله عندك شوف ناكل قايتك الماكولات قايتك
لازم نعرضوه هنا. لازم نعرضوه. هذا موجه لينا. ماما تكون ضيف معنا. انتم عارضوني انت والله مرحبا. مرحبا بك. اهلا. يعطيك الصحة مع السلامة يا طيب. ان شاء الله. وشنو كاينة حاجة؟ اللي هي؟ كاينة حاجة اللي هي السكر هذايا كيما نقولوا شغل لازم يخدع ليران بزاف. يروح مباشره ليران. يخدع بزاف وشنو كيما نقولوا لازم ميم ثاني الطبيب هذا الدكتور هذايا يعطي النصائح مع ليران. خلاص دوك نمدوا لك ممنوعه. هيا تبعنا الدكتور راح يجاوب على كامل الاسئله اللي عندك. يعطيك الصحه. شكرا لك. يومك طيب. ما يكون غير خير ان شاء الله. برافو والله يعطيه الصحه. تجربته هذه رانا نشوفوها كل يوم. عندي هكا دي باسيون يجيو منضبطين. ايه ومن بعد مع الوقت لازم واحد يصبر ويدير ثقه في العلاج وثقه في الطبيب اللي يكون يتبع عنده. هذيك كي يرجع لك المريض شوف العرفان والاعتراف بمجهود الاطباء اللي معاه. قال لك تحت في ميدسان. يعني هذا هو اللي يبين انه الجزائر ما زالها عندها اطباء يقدروا يداروا هذا الشيء. نعم برافو. لازم المرضى يروحوا يتبعوا. هذيك تاع نروح ندير العلاج ندير التراكمي تاعي كل ثلاثة أشهر وحدي. ونروح نجيب الدواء وحدي على خاطر شفتوا باللي راهو ما فاتش ما على باليش سبعة ونص ولا أنا ليا ما نبدلش علاج. هذه سيرة خاطئة. لازم كل ثلاثة أشهر نروح نشوف الطبيب عنده الدوسي تاعي هو على باله شبكة تاعي كيفاش كانت اسكو تقاست ولا لا على باله بالكلاوي تاعي لا نيوروباتي هو على باله بلي راح كيفاش راح يتبعني. نعم. وكيعطي لي تعيارات خطره في العام ولا كل ثلاثه اشهر مختلفين هو على باله علاش ما نروحش وحدي ندير تراكمي تاع ثلاثه اشهر داكو. ونقول راني مريقلي ولا مانيش مريقلي. يعني هذه اهم نصيحه تقدر تقولها اليوم. حاجه مهمه. كاين مضاعفه اخرى دخلها فيها لا نيوروباتي العصبي والشرايين اللي هي الخصوبه. يأثر الخصوبه والصحه الجنسيه. اوكي كاين بزاف يجونا مع التشخيص عندهم خلل في الصحه الجنسيه. طيب نهضر على الرجال وايضا في الخصوبه كي نروحوا نشخصوا الخصوبه نتاع كوبل وعلاش ما رمش قدروا يجنبوا نلقاو باللي الرجل في اغلبيه الاحيان عنده السكر وما كاش عن بالو. هذا كذلك من المضاعفات تاع السكري الغير متوازن. طيب كنصائح عامه للاخ اللي اتصل بينا منذ قليل وللناس كامل اللي تشاهد فينا ختاما للموضوع. تشخيص مبكر. النشاط. اوكي. يومي. لازم النشاط يومي. طيب. والتغذيه الصحيه. يا حب من فضلكم نقصوا ما نقول لكمش حبسوا هي من الافضل تحبسوا المشروبات المسكره راكم على بالكم شحال فيهم من السكر حجره سكر في الكاس. صح صح داكور. القليان ايضا ما تقليوش الزيت تاعكم زيدوها في اخر مرحله تعطيها بخي شاكفه نقول لكم عليها حاجه مهمه قطره صغيره هكا يعني الكبده هي اللي تستكلف بتخزين هي اللي تخزن وتوفر وتفرز السكر. ممتاز. في حال في كي الجسم يقولها اعطيني سكر الكبده اللي راح تعطيه. كي تكون الكبده فيها شحمه ما راحش تقدر ديجا تخزن يبقى يدور في الدم وكي الانسان يسحق الطاقه باش يسحق السكر باش يدير طاقه ما تقدرش تعطيه. تفقد الخدمه تاعها. يعطيك الصحه دكتور نادي الكرين كنت معنا اليوم في موضوع مضاعفات ولا الاعضاء المتضررة من السكري الغير متوازن. شكرا لك. يعطيك الصحة. نتلاقى ان شاء الله في الثلاثة الجاي مع موضوع اخر. ان شاء الله. شكرا. إن شاء الله. دكتور نادير قرين انا عندي سؤال لك. شكون اسمك نادير؟ بابا. علاش؟ ربما الاسم يحبوا صاحبه. صاحبه لانه احنا موضوعنا حبينا نشاركوا مع المشاهدين تاعنا الاسماء الجزائريه وشنو هي ربما على اي اساس يختاروها والمعاني ديالها. انت الاسم تاعك على جنب نورمالمون بابا وجدي ثاني.
وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. السؤال المليح المليح هي بنتك وش اسمها؟ كاميليا. كاميليا. أنا عرفت في نارك. عرفت باللي نادر من هذا الستيل. بس حقولي وش معناها كاميليا؟ ستين فل ستين فلور. وردة. إحنا اليوم موضوعنا هو الأسماء تاع الجزائري كيفاش يخير اسم بنته. إحنا أنا بنبلا نوفل جينيراسيون كاين بزاف كاميليا كاين ميلينا كاين. بون كاميليا. بون سورتو من جهه القبائل انا انا مرتي قبيليه ما شاء الله كنا رايحين تحيه ليها للزوجه تاعك نعم كنا هذاك النهار كولد لا ما على بالناش هذه واش كان الاختيار كان كاميليا وشكون كان خلاف تانينا كاميليا شائع لا ممتنينا جميل جدا تانينا تانينا جميل جدا تانينا بنت ايدير اسمها تانينا هذاك المومون كي ولدت وكلش جاني صاحبي طبيب قال لي الوغ كيفاش نسميوها؟ قلت كاميليا دات مكتوبها في الحقيقه ما شاء الله نعم. ربي يحفظها جميل جدا ربي يحفظها لك ان شاء الله شكرا لك كاميليا من النباتات الجميله ومن الورود والازهار وحنا في صباح الشروق عندنا الجرين سبيس اللي اكرام مقراني تعرف تعلمنا بعض النباتات اللي نعيش معها ولكن طريقه العنايه بها والغرس تاعها والاعتناء بها ما نعرفوهاش هي نبته الغار شاهدوا معنا
إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرة جرين سبيس، يعطيك الصحة أخويا الياس، نتلاقاو إن شاء الله في موعد آخر مع نبتة أخرى. كانت إكرام مقراني معنا من مشتلة اللي شفنا اليوم كما قلنا نعم نبتة الغار اللي هي الرند، ونزيد إضافة للإكرام أنها نستعملها بزاف في الطبخ، في الطب وفي الطبخ والطب نعم الطبخ أيضا في المقارون زهرة. في الماء أنا البارح درت مقارونة درت فيها الرز طلقتي مقارنة قطي معاها نديم لازم الرز لازم الرز في المقارنة. هي بكري اليونانيين والرومانيين هم اللي كانوا يخدموا به بزاف الرز، وحتى ريحته كي تكون محطوطة هكذا في الطار يطلق ريحة مليحة، ويقولوا أنه كذلك هو من النبتة اللي تكثر بزاف في البحر الأبيض المتوسط. دول البحر الأبيض ونبتة البحر الأبيض المتوسط فنبتة الغار عرفناها باللي هي نبتة الرز، هي نبتة الرند الغار هو الرند الناس اللي يمكن ما قاوهاش ولا ما عرفوهاش. نعم مجاهدينا اهلا بكم من جديد، عودة لكم ومرحبا بكم من جديد. نروح نقراو بعض رسائل متابعي برنامج صباح الشروق. نفتحوا الواتساب ونقولوا للسؤال الاول ولا للتفاعل الاول، راهي تقول انا اسمي زهرة ماشي انتباهتي راهي تقول هذه المتصلة أنا اسمي زهرة والزوج أحمد، أبناء اسمين الأول على أخي نور الدين والثاني على أب الزوج محمد والثالثة مريم الباتول حبا في صورة مريم. ما شاء الله أسماء كلها جميلة اللي اخترتوها لأبنائكم وحتى أسماءكم أنتم. عنا رسالة أخرى، اسمك زهرة اسمك يهبل عنا رسالة أخرى إذا سيدة تقول صباح الخير زهرة أو صلاح، أنا راح نولد في هذه الأيام ربي ان شاء الله يسلكك على خير ان شاء الله يا رب. وطفله وحرت بين الاسماء، هادو زوج اللي راهم يعني تقترحوا مقتكم خيروا معايا. اذا شهد اليقين او رحيل ولا حواء، هادو هما الاسماء خيروا لي اسم منهم. انا نقول لك شهد اليقين. شهد اليقين قليل، انا اول مره اسمع شهد. ايماجين طفله واسمها شهد. شهد هي الشهد تاع النحل هذيك. نعم شهد. شهد جميل. انا نقول لك شهد جميل، هذا اسم مركب. نعم. والاخر حواء والاخر حواء. نعم او رحيل. لا خليك من رحيل زهرة خليني من رحيل. لا ما ديرش رحيل. انت شكون سماك زهرة؟ سماتني الام تاعي. اوكي دونك كانت في راسها زهرة زهرة زهرة. وي وي هي الام تاعي اللي سماتني. نعم ويضر المتصل ولا المتصلة شكون سماه الاسم ديالو. صباح الخير مرحبا. صباح الخير. صباح الانوار. راني فريمون فرحانه كي حكمتكم، عندي ديزاني وانا نتسنى نحكمكم في فومي ونقول يا ربي حتى يردوا عليا. الحمد لله يا رب، هذا 2020 راح يكون عام خير عليك ان شاء الله يا رب. اي سلمي امين يا رب العالمين، امين على الجميع ان شاء الله وعلى دوله فلسطين يا رب العالمين. امين يا رب. الله يشفي يدك على الجرح. شكون معنا من وين؟ انا امي لينا من بليده. امي لينا جوج بعد ميلينا، اهلا بك. الله يسلمك. انت وسميتك؟ انت يا انا اسمي حسنة. حسنة كنتي حسنة على سميتها ميلينا. العم كنتي حسنة ما شاء الله تاع الجزائر القديمة وتاع الناس الكبار، على سميتي الأخرى ميلينا. كنا بنتي هذه الأولى عندي ما شاء الله، كنا شغل ميمو الأخراني قعدت تشوف شهرين وحنا هذه لا هذه دغيا غاميت كي دار الطبيب ما عرفناش كامل كيفاش نسموها. جات اختي عندها 11 سنه قالت لي سميها ميلينا راحت ميلينا. نعم واش معناها ميلينا؟ حوستي على الاسم؟ نعم واش معناها ميلينا؟ اسكو من بعد حوستي ودخلتي شفتي معناها؟ بيان سيغ كنت ديجا كنت شفته انا من قبل باسكو انا نحب حبيت الاسم لازم كي نسميه نعرف المعنى تاعه. وي بيان سور. اها واش هو النجاح والفلاح ويقولوا طفله تخرج ان شاء الله نقولوا في المستقبل تاعها ناجحه في حياتها متفوقه وكيما يقول العلم عند الله ان شاء الله باذن الله تخرج هكذاك ان شاء الله يا رب. انا لما كنت تكلمي ضربت طلع هكذا درت بحث خفيف يقول لك اسم ميلينا هو اسم يوناني حب يقول العسل واللون الاصفر تاع العسل لما يكون بدرجه قويه وحره. فجات منه من هنا كلمه ميلينا، وكذلك ميلينا هي بلديه بسقيلية في ايطاليا، ان شاء الله بنتك تروح تزورها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. انا حبيت نطرق الموضوع عندي فيني كنت حابه نحكي فيه. مالغري الموضوع ماهوش دوكا، انه انا عندي اصدقاء من دول عربيه، عندي 11 دوله اصدقاء. يحكي لي يقولوا لي بزاف الدوله الجزائريه يحكوا بالفرنسيه في قناه الشروق. كانت جيت زرت ايمان نديرت لها تحيه هي
والزميل تاعها. انا عندي ناس كبار نعرفهم عزا كيكونوا يتفرجوا بالشروق كاين طبيب كاين ما على باش يحكي باللغه الفرنسيه نقعد انا زعما نترجم منهم. انا عمي شوفي على النقطة هذه بالذات احنا لما نجيبوا مختص ولا دكتور ولا طبيب بحكم انهم قراوا في دول اجنبية وقراوا بمصادر اجنبية. الطب في بلادنا يدرس باللغة الفرنسية. المراجع تاع الدراسة ديالهم راح تكون بلغة اجنبية سواء انجليزية ولا فرنسية ولا غيرها. احنا لما يجوا لصباح الشروق تلقى هذيك الصعوبة لما يترجموا المصطلحات لما كذا، ولكن احنا نصر دائما ونلحوا دائما انه تكون لغتهم لغة اللي يخاطبوا بها هي اللغة العربية واللي تخاطب بها كامل المجتمع الجزائري. والموضوع يبعث لهم يعني يومين ثلاث ايام من قبل هكا باش يعاودوا يديروا ترجمه لمختلف المصطلحات العلميه باش يوصلوا لكم الرساله باش ما نقولش الميساج. اوكي. ولكن هذا راي مهم جدا، كان مليح لك انك نفتحوا الامور ونجاوبوا عليك لانه ناس بزاف كانت ذكرت هذا الشيء، ولكن في مجال الطب في هذه يتكلموا بالعربيه ولكن المصطلحات هذه لازم كاين صعوبه لانهم يقراوا باللغه الفرنسيه. انا كي تقولي لي اوتيت، اوتيت بالعربيه ما نعرفهاش. مش انه تعرفي اوتيت. نعم كاين اكزاكتوم اوتيت. ايه فيها حاجات اللي لازم نستعملوا مصطلحات اللي الناس كامل تعرفها والدكاتره كذلك. انا والله تجربه شخصيه مع الدكتوره شفيقه مالك. نعم. اللي تجي انا دائما مختصه في امراض الجهاز الهضمي، والله دائما لما نقترحوا عليها موضوع تقترح علينا موضوع دائما ما تراسلنا فيما يخص المصطلحات، تقولنا هذيك فاش نقولها ولا هذيك فاش نقولها، ولما تجي هنا كذلك دير افورت كبير يعني حتى تلحق الرساله. الدكتور نادير هو جد يعني سي ان فرانكوفون يعني يهضر بالفرنسيه. نعم. لكن يحاول اشتبك يقعد يهضر تحسه ماشي عربي خلاص، يعني انه يحاول يجيب الكلمه باللغه العربيه باش نوصلوا الرساله. فناكد لك انه احنا نتمنوا بزاف اللغه العربيه ونحبوا نهضروا لغتنا واكيد فخورين جدا بها، ونحطوا اننا يعني نحاولوا نديروا في مجهودات باش لو كان كلمه صغيره ما نطقوهاش باللغه. واحنا ملي بدا البرنامج وحنا نحوسوا على الكلمات باللغه العربيه والاسماء باللغه العربيه. هيا ناخذوا مكالمه. صباح الخير. مرحبا. اهلا مرحبا. الو صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانتي يا؟ والله لاباس الحمد لله. شوف راني فرحانه بزاف كي حكمتكم. وحنا اسعد. مرحبا بك. الحمد لله. اهلا تفضلي شكون معنا ومن وين؟ انا مايا من الجزائر. مايا. مايا. انعم هي. يا مايا يا مايا. عطي الصدم. مرحبا بك. مين تلقت بها واسمها ماما؟ مايا قلنا وشنو اسمك؟ واش معناها اسم مايا؟ الو انعم نعم الو معنى اسم مايا حسناي. لا انا مازال ما لقيت حسناي اصل مايا. انا نعرف حضاره المايا. نعم. اللي كانوا يقولون العالم يخلص في 2012 وكذبوا وما عرفوش يجيروها، ولكن المايا هي تعني حرفيا السحر في اللغه السنسكريتيه. ياك هي في فلسفه الهند القديمه كانوا يقولوا بلي هذا هو السحر يعني بذاته في اللغه السنسكريتيه القديمه تاع الهنود القدام. قدم. خلينا منها. اذا المشاهدين الكرام عاد نرجعوا لكم موضوعنا هو اليوم الاسماء ولا على اي اساس يختار الجزائريين تسميات اولادهم. دونك نروحوا نشوفوا مايكروفون الزميل زكريا وجاب لنا ساره عزوز. تما دائما تغلطي في اسمها دوك انت ولا كيف اسمها ساره. جميل جدا. تحيه كبيره لساره عزوز ونحبها وجد متالقه ورائعه ما شاء الله عليها ومبدعه ومحبه للعمل تاعها. فساره عزوز حبيبتي غلطت في الاسم تاعك. نروحوا نشوفوا لي سونور تاعك وجبتينا من شارع الجزائري ولا نعاوده. اسمها اللي راحوا يعني القراد عائشه فاطمه الزهره يمينة هذو كانوا واجدين وقوه في المجتمع الجزائري، ودوكا ولاو الناس يسموا اسامي غريبه اسامي اللي ما تدخلش في ما تمشي داخله في حياتنا. اوني اوبليجي نمشيو معاها ما تغلبت الموجة كبيرة علينا. اسمواتهم انضم وبداو يروحوا وهذه عندهم مدة. هذا لو فينومين انا على حسابي ماهوش من اليوم. من نهار انا تي تما يولي واحد الوقت كانوا عندنا بزاف افلام اللي يجيبوهم من المشرق يجيبوهم من لبنان والاخر
وهذا الافلام هذو اثروا على الاسماوات. الله هذاك فضيله تبدل وعاقله تبدلت وملكه كيف كيف، والناس ولات تسمي على حسب الافلام هذوك اللي كانت تشوفهم تحلم ولا مانيش عارف. دونك الاسماوات كانوا يقولوا كيما تاع سعديت ولا ما مانيش عارف كي الاسم مريم، بون مريم ما لا ريغول. ولينا نسمعوا اسماوات ماريا، ماريا حنا بونوس انا طونك رونسيا نفهم ماريا كان اسم سانكريتيا، ولا تليندا ولا كذا. هذا التقاليد انا باسي لي كونسيرفي، يعني الناس يا اون ميوتاسيون dans la tradition et les mœurs algériennes. Ça veut dire qu'on a basculé carrément vers quelque chose qui n'est pas notre patrimoine. على كل حال مازال موجوده. وهم يجيبوا هذو الاسامي هذو تاع اصحاب الشرق. كيما انا اولادي مسميهم اسامي تاع بكري. ياسين يونس. هذا وليدي الطفلة مسميها أمينة ومزوجة عندها بنتها وليدها إبراهيم تسمى، يعني حاب يقول مازال واسم هذا الأسامي تاع بكري كاينة مش ما كانش مية رجعت في السنوات الأخيرة، لأنه درك ربما الأولاد أصبحوا الأسماء القديمة هذه قدام زميلاتهم شغل يستعاروا منها شوية، ولكن ربما الأب حبا في والديه الأب والأم يجبر باش يسمي على سيرتو. احنا عندنا في الجنوب معظم الآباء وكذا كامل من حفظة كتاب الله، يقول لك إن شاء الله نتمنى أنه يطلع كما بابا كما جده. ما زال تقريبا ما تراجعت، ماهيش كما سابقا ما تراجعت شوية. صح والله راحوا بزاف، عادوا يسموا أسماوات ماشي مفهومين ما نفهمهمش أنا والله. احنا مازلنا نسمو كي بكري والله. أنا بناتي واسمهم خديجة سعد. كاين أسماوات وخوات. أنا واسمي لويزا، اسمي مزيغي. هب الاسم لويزا كما قالت زهرة. شكرا لكذلك يهب العمل ديالها سارة عزوز، تحيتنا لها في هذا الصباح العمل اللي تقوم به في صباح الشروق. كذلك اللي ربما الناس اللي ربما تحب تخير اسمين على بعضه لما يكون واحد مليح الآخر يكمل معاه. أكيد كما زهرة هذا زهرة يا جماعه اكتشفت بلي عندها اسم ثاني. وشنو هو؟ دوك نحكي لكم الحكايه ونجيكم دوكا دوكا باش تفهموا. شوفوا انا كي خلقت سماتني الام تاعي زهرة. ربي يحفظها. ايناس. زهرة ايناس. اوكي. ومن بعد كي الاب تاعي بيان سور على بالكم الرجاله كيفاش مخدومين، راح لاميري قالوا له ايناس منعناها في هذيك الفتره. اوكي. سنه 93 انا خلقت. ايه. فكي منعوا ايناس مون بير كان عنده حنين اون اونسيان غرومير يعني جده قديمه. هي جدات والله درك ما فهمتش واش تقول له باسكو بعيده شويه. تسمح بي تقولي بالاسم قديم؟ جدا. قولي لي. اسمي زهرة من نوبة. من نوبة. نعم. ما شاء الله مليون في جينيريك من نوبة. زاروني من نوبة. هي مدينة تونسية المعنى تاعها؟ لا لكن هو المعنى تاعها الحقيقي هي وردة يعني. وردة. توقعتي غلت بزهرة من نوبة. جاي في جنينة. ولا كل حال العديد من الرسائل توصلنا في تطبيق الواتساب. هي تقول هذه السيدة أن اسمي نجمة والزوج فارس، أولادي أحمد كرم وأميرة دنيا زاد ودنيا زاد. إيه. جميل جدا. ومحمد سهيب والكتكوتة الصغيرة ماريا هند. تسمى دائما أسماء مركبة. سبحان الله. ملاح الأسماء المركبة أنا. وي يسلكوا إذا كان واحد شباب. أنا كل عندنا زوز 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 زوز. أنا سموني واحد وقعدت به حياتي كامل. أنا على كل حال صالح سموني على عم. هكذا عم الوالد تاعي اسمه صالح وزادوا له الدين هذيك من الاول ما كنتش نعرف. لما كي كبرت عرفت بلي شخصيه تاريخيه كبيره. نعم. صح ديال الايوبي وارتبط به بزاف ونحب القصه ديالو والتاريخ ديالو. ولكن النكته في الاسم ديالي اني عندي واحد الكوزين يعني بنت عمه كي كنت صغير كانت صغيره هي قبل ما نزيد كانت تقول له سميوه العياشي. كانت تقول لي كل نهار زدت كانت تقول لهم عياشي عياشي يعني عياشي ما على باليش. وتحيه لاميس بنت عمتي كانت تقول لهم سموه عياشي عياشي. على غزمان مثلا ما خداولهاش. انا اسمهم عياشي جارنا اسمه عياشي. كبير بالك. كبير. هو الاسماء ترتبط يوم سير ما نكبروا. ها واللي اسمها ما باليش انا ماريا الحجه ماريا ول. هاي تفضلي. انا رساله واحده اخرى. اذا صباح الخير بناتي رحيق اخذت من من سورة المطففين والأخرى سوار والأولاد البراء وأسيمة، الاثنين أسماء أنبياء رضي الله عنهم. دونك أسيم وسوار
هي بعد الاسماء شوفها عندها طفله واسمها سوار والاولاد عندها البراء سوار البراء واسيم هما قالت لك اسماء انبياء جميل جدا جميل جدا فيها رساله اخرى تقول انا اسماء واسم الابن تاعها اسحاق وعندها علاء والزوج تاعها بن زيان صح كاين في مناطق في الجزائر ما يسموش اسمك بن زيان بن كذا بن كذا على حسب جدهم الكبير ولا اللقب العائلي الكبير فيكملوا به يسموا به الصغار حتى يقول لك تستمر السلاله ديالهم نعم وكاين رساله اخرى ايضا سيده تقول انا اولادي اسميهم نزيم ومقيم وامينه عندي اصدقاء من دول اخرى يقولوا لي مقيم هذا سمته بشيريح ما يروحش وين لقيتي اسماء تاع الاولاد يعجبوهم يحبوا يعرفوا معانيهم نزيم اسم جميل جدا صح. ايوه انايا عندي ابني كبير اسمه نزيم حتى نديم اسم جميل جدا وانا جايينك بعض اللحظات شوف فيها هكذا تسمى مازال باش تجوا لان الامور مازال ما وجدت ولكن جميل جدا واش تحضر لنا ولبتوم هذاك ان شاء الله يكون الخبز الحق نعم عندنا مكالمه هاتفيه الو صباح الخير صباح النور زهراء اهلا صباح الفل والياسمين مرحبا بك واش راكي لاباس لاباس الحمد لله وانتيا والله لاباس صلاح واش راك صباح الخير اهلا بك صباح الخير سيدتي مرحبا بك والله الصوت بعيد شويه زملائي لو ترفعوا لنا شويه المكالمه ديالها مع الاسف راهي معانا دائما نعم مرحبا بك عرفينا بك اعطينا اسمك ومن وين وئام من سطيف وئام من سطيف الوئام سي سلم ولا الوئام وئام شكون سماك سماتني عمتي ما شاء الله جميل يعجبك اسمك ولا ما يعجبكش كيفاش نعم لا ما سمعتك او نديم قاعد يقرقب التحرق مسكين شفتي غير كيقرقب هو التحرق مسكين وئام وئام اعطيني فوالا راكي دايره مكبر الصوت في الهاتف تاعك نحيه وهضري معنا بالكومبيني مباشره هيا مريقله نعم صحيتي قالت لك زهره هل الاسم تاع وئام لما كبرتي وعرفتي المعنى تاعو حبيتيه يعني ايه نحطو ما شاء الله جميل عندك صحة ايه وعندك وئام عندك ابناء مانيش متزوجة مانيش متزوجة وكي تتزوج واش حابة تسمي ولادك ان شاء الله انقطعت يا جماعة حبيت نذكر دائما المشاهدين اللي يتصلوا بينا لما اتصلوا بينا اتضمنوا انكم تكونوا في غرفة ما فيهاش تلفزيون حتى نسمعوكم مليح وما تديروش هذاك لو بارلور يعني مكبر الصوت لانه ماش نسمعوكم مليح في الاستوديو هكذا باش نتفاعلوا معكم كما يجب اوكي انا مكالمة هاتفية اخرى الو 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 اهلا صباح الخير صباح النور والفل والياسمين ان شاء الله لاباس الحمد لله يعيشك الحمد لله معكم ام نور من دية ام نور نعم اهلا بك ام نور مرحبا ام نور اليقين ولا ام نور الدين ولا ام نور الهدى نور الهدى نور اليقين نور اليقين جبتها 1-0 وانت الاسم تاعك وانت وسميتك لبنى لبنى ما شاء الله واش معناها لبنى العصارة تاع لبنى نورمالمون شجرة فيها تطلق اللبن هذاك اللبن يستعملوا في البخور اوكي اوكي في البخور وفيها رائحة كية يستعملوها باش يداووا به بعض الامراض اوكي طيب والله غير اليوم هو اسم باب في الجنة صح هو هما يقولوا اسم شجيرة يسيل منها لبن حلو كالعسل جميل جدا ويقولوا كذلك هو نوع من العطر واو والله غير محدودة باسمك على بالك اليوم هذا الموضوع جاء في وقته ربما الناس ربما لهم لان حيجيبوا دراري ولا راهو في فتره حمل فهم يخموا في نورمالمون يديرونا في الماتيرنيتي افون اليوم اليوم يزيدونا كامل في في الاجنحه المخصصه للولاده والنساء شكرا لك لبنى شكرا بارك الله شكرا يعطيك الصحة يعطيك الصحة مع السلامة لبنى لبنى سمات الابن تاعها نور اليقين فجميل جدا هي اسماء ربما اللي غابت علينا في الفترة الأخيرة في الجزائر ولكن أنا حابها ترجع أنا حابينها ترجع أكيد أنا معناها معنى تاعها وحده أنا حاب نسقسي صالح واش حاب يسمي ولاده بصح ما نظنش ما نظنش عنده فكرة تعرفي هذيك تاع كي يزيد يسمى بوزي هيا كي يزيد يسمى بوزي نعم فمشاهدي الكرام نشكركم بزاف على تفاعلكم نشكركم بزاف على رسائلكم وعلى الشكر أنا سبق متابعتكم اليوم نروحوا مباشرة للمطبخ ولا نديروا فاصل نروحوا للمطبخ ها المتوم ما يستناش المتوم ما يستناش نديم جيت قبلها خويا واش راك لاباس واش تحرق فيك؟ اسمها شدك تتخبط هنا شوي شوي هذا هو المطبخ هذه هي الكوزينه نديم بسم الله ما شاء الله على بالنا بلي عندك زوج اميرات في البيت ها واش مسميهم؟ واحده نديم
نادين كيما نديم بدي بحرف اوكي وهذا دور صاف نادين واش معناها اسماء بنات نادين والله ما على بالي مازال نادين كبسوله الزمن هذه سرمو كي زادت كانت دور صاف نادين ولا صافي نادين وكبسوله هي نادين وكبسوله الزمن اللي كانت ديرها هذا كي كنا نشوفه بزاف صح نعم ودور صافي دور صافي يقول لك الماء الصافي زعما صح اه ولا ما دور صافي انا عرفت وين سيسمو دور صافي اسمو دور صافي نعم معليش ما عنديش علاقه لها انا دور صافي جميل جميل جدا الله يخلي نعم اليوم سون بون ميرسي والله اليوم اخترعنا اللي درناهم بالثوم لهنا درنا حرير الثوم لهنايا درنا التوميه درنا متوب اش معناها نادين؟ لا بديت بدور صافي لانه اسم شباب بزاف راه يقول انه معنى اسم درصاف هو اسم مؤنث عليم يتركب من جزئين دور وصاف والدور يعني الجمانه ومعنى اسم درصاف هي الفتاه الهادئه واللي هادي نادين هادي ودي هادي درصاف هي صح نادين فيها معنى كثير شوفي نادين هاي نادين ولا نديم ها نادين نديم على بالنا نادين هاي نادين درصاف اللي تبوجي بزاف بون تحية ليها تبوجي بزاف ما انا عبالك يا نادين كنت بوجي ما احكيلكش كيفاه اوكي دونك هو الامل نادين هو الامل باللغه اليونانيه هي عقله اصبر باللغه اليونانيه مش غلط تحيه كبيره ليها جيت ما نمشي نشوفوا فيك باللغه الروسيه خلصنا مع دور صعب اليوم نعم تفضل نادين نعم قلنا لهنا درنا متوم على الطريقه العاصميه لهنايا اللي درناها غير باللوز لهنا اوليو نديروا اللحم هو من الاحسن يديروا اللحم غنمي مي اللي ما عندوش يقدر يدير الدجاج في بلاصه اللحم ودرنا كذلك الحكومه لهنا المغارف الفراش يا جماعه عداوها إيه؟ وعندنا لهنا درنا حلوه الثومه لهنايا اللي حلوه راهي متواجده دوكا بزاف في الاعراس اللي فيها بلا بادامونت وداخل الحش تاعها درنا لها ان بيسكوي لهنا اللي درنا اون جينواز ولميناها بشوكولا طلي وكميه تاع الجوز بيان سور هي هي روحي تفضلي هي هذه طريقه استخدم هذه على الطريقه العصيبيه هما يديروا نعم. بالبيض شربه دوكا ولاو يديروا معدنوس خاره واللوز ثاني اللوز هو ال هنا مما انا زهره شوفي لاباط فيها كل ما هو بنين هذا بني وين ديفلوبي كما قال لك هنايا مام لاباط ما درناهاش خشينا بزاف تاع اللوز باش ما تجيش تقهم بزاف عطيني ندوقها وخلاص انت حليتي حليتي والله ها زهره عطيني ندوق خرج لك قلبك اليوم تقعد هكا تشوف يا حي ديجا نتوما باش ندوق ما كاش فراشت في هنايا عطيني ندوق هذه هذه نقدر بلا فرشيطه بسم الله وتقدري تختمي اه تحسبن اوكي الريحه تاع لا سوب اللي تخبن نعم مازال عندنا شويه وقت نعم نشوفوا ميم لا تيكستيغ تاعها نجيب شوكولاتي باش نجوز حنا شوف لا تيكستيغ تاعها هاي اللي ما فيها ني خضر ني والو شوفي لا تيكستيغ تاعها دي بزاف ثقيله الكرويه هي اللي دايره الكرويه هي اللي تمد لها ديك الريحه والثوم كاع يتمد لها بنا بزاف بنينه تفضلي زهرة تفضل نادين باش ما تبقاش حقرني ربي يخليك ايوا ربي يخليك هكذا باش نجوزوا نزيد نجيب واحد تو تخيك على هذا كل كي عطيتك والله غير شويه نعود ديما كي الثوم اهي تخي بيان دونك ما فيها حتى خضر فيها جوست ثوم فيها غير ثوم لهنايا ملعقه تاع الهريسه ملعقه تاع الطماطم الصباره ملح فلفل الكحل العكري وكميه تاع الكرويه هذا ما كان نقليهم له بشويه تاع الزيت ومن بعد هذيك لهنا درنا لهنا ثلاث ملاعق الفارينه هي تمد لنا لا تيكستور هذه ونخلو نزيدو لهنا نديرو لهم الماء باش نطيبوا بك لاصوص تاعنا هذه ميم با دي مينوت وجدنا الحريره ديالنا تري تري بيان في الاخير ندير لك الكميه تاع الكرويه وي تبان بنينه والثوميه والفلفل الحار هكا كي ما فهمتش هنايا حنا العاصمين لهنايا دائما كيديروا اطباق هذوما البيوضه لازم الحار يكون حاضر هي معها. هي كنت تحب يعني من الانفه صاعدا ديما دير لنا قرن فلفل مشوي مشوي محا هيا خلاص نعم وعندنا المتوم نعم توم لهنايا بعد ما فرسينا لهنايا بالحبه تاع اللوز لهنا الحبه تاع التوم تاعنا باش متحلنا نضيفوا لها ملعقه تاع لاشابلور كذلك حبه تاع البيض شويه ملح في الكحل كميه تاع التوم ونلموا هذاك لافيون داشي تاعنا نشكلوها كريات وناكلو ولهاد الحلوه لذيذه جدا شاف نديم خاصه من الداخل ونختمو يعطيكم الصحه مشاهدينا الكرام نتمنى كنا عند حسن الظن